بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله يا شباب هنتكلم اليوم على الدراج ديليفري سيستم، أو بقول عليها كيميكال ديليفري سيستم، أو الدراج ديليفري سيستم تو ذا برين. يعني صلب المحاضرة النهاردة إزاي يعمل عملية تارجتنج للبرو دراج بتاعي إن هو يوصل فين، يوصل للبرين. طبعا كل اللي هتبادر إلى ذهن دلوقتي موضوع الباركنسونيزم والدوبامين، وباخد ال ال دوبا مع الكارب دوبا كومباينيشن عشان تحميولي من البريفرال ميتابوليزم بالدوبا دي كاربوكسيليز. كلام تمام وكلام محترم. هناخد بعض الامثله الاخرى وبعض ازاي في سيستم اخرى او استراتيجيات اخرى اتكلمت عنها في المحاضره الاخيره، واتكلمت عليها في المرحله الثالثه في الدراج ميتابوليزم لما كنا بنشرح البرو دراج. المهم يعني ايه، زي ما قلت لكم كده هنعمل كاننا بنعمل عمليه ريفيجن. فاي دراج عندي انا باخده، اخد الدراج بتاعي على هيئه برو دراج. طبعا احنا عارفين هناخده على هيئه برو دراج، لا كل بقى الادفانتج اللي احنا قلناها كلها في عمليه استخدام استراتيجيه الايه البرو دراج. واغلبيه الدراج اللي قلت اللي موجوده عندي في السوق اغلبيتها معظمها هي اصلا الدراجه كلها اغلبيتها موجوده على هيئه برو دراج، علشان اي مشكله الدراج بيتعرض لها بستخدم استراتيجيه البرو دراج. فانا اهم حاجه عندي في البرو دراج دلوقتي اللي عايز يوصل للبرين ان انا في الدراج هاخده هحصل له عمليه ابزوربشن بقى موجود عندي في البلاد، ممكن يروح يحصل له ميتابوليزم اكستنسيف ميتابوليزم في الليفر، او يحصل له بريفرال ميتابوليزم. ده انا عايزه يوصل للبرين، عاوز يوصل للبرين عندي يعدي البلاد برين بارير اللي موجود قدامي ده، يبقى لازم اهم شيء عندي يبقى تركيزه اللي هيوصل للبرين يكون عالي، والتركيز اللي موجود عندي بريفرال يكون قليل. قليل ايه؟ موضوع الميتابوليزم ان هو يحصل له عمليه البايو ترانسفورميشن، يعني البايو كونفرشن او البايو ترانسفورميشن، عشان البرو دراج يتحول الى الاكتيف دراج اللي هو الاصل بقى. هي قلنا باخد ان اكتيف بحوله الاكتيف، عمليه تحويل الان اكتيف دراج الى الاكتيف دراج هي عمليه بايو كونفرشن، او بقول عليها بايو ترانسفورميشن. يبقى هنا عشان يوصل للبرين عايز يحصل له بايو ترانسفورميشن اكتر في البريفرال ولا موجود عندي في السي ان اس؟ طبعا يعدي البلاد برين بارير ويكون موجود اكتر فين؟ في السي ان اس. يبقى معنى ذلك عمليه الميتابوليزم او الاكشن بتاع البريفرال انا مش عايزه، انا التارجت بتاعي عايزه يشتغل على فين؟ يشتغل على البرين، بعالج حاجه في البرين عندي مثلا، عايز اوصل دراج للبرين زي الدوبامين، هاخده على هيئه ال دوبا مع الكارب دوبا بحيث يحصل له عمليه البايو ترانسفورميشن او البايو كونفرشن فين؟ في البرين. هاخد انتي بايوتيك بيتا لاكتام او سيفالوسبورين وعايزه يوصل للبرين، في عندي اي حاجه في البرين، عايز اي انفلاميشن، طيب عايز نتيجه البكتيريا الانفكشن عايزه يوصل للبرين، يبقى شيء طبيعي برضو لازم ايه، لازم طب يبقى بريفرال، مانيش عايزه يشتغل بريفرال عايزه يشتغل ايه سنترال، يبقى لازم يعدي في الاساس مين، البلاد برين بارير. يبقى لازم على مود ان المركب اللي عندي زي ما احنا عارفين عشان يعدي البلاد برين بارير الحاجز المخي الدماغ الحاجز اللي موجود عندي ده اللي هو عباره زي فيزل بالظبط بيعديه، وده ربنا خلقه يعني نعمه من ربنا سبحان العلي القدير، يعني احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. يعني لو اي شيء هيعدي ويروح البرين كانت تبقى مصيبه، يعني لو النيورو توكسيك سبستانس اللي موجوده عندي في البريفرال سيركيوليشن وصلت البرين هتموتك، اي توكسين هتوصل البرين هتموتك. بدليل الحاجات اللي بتوصل للبرين زي الحاجات اللي هي الاورجانوفوسفورس والحاجات دي اللي ما هنتكلم عليها النهارده، برضو هنعمل استراتيجيه ازاي برضو حاجه اسمها البرالدوكزيم ان انا استخدمه كانتي دوت للاورجانوفوسفورس كومباوند او السارين جازز، الحاجات اللي احنا شرحناها في الكورس الاول في المرحله الرابعه. كل دي الحاجات دي كلها البلاد برين بارير ده ربنا حاطه حمايه، حمايه الحاجز ده حمايه، مش اي حد يخش مش اي حد يطلع، لازم ناس مخصوصه بمواصفات معينه. ما هذه المواصفات يا اخ احمد، هذه المواصفات زي ما احنا عشان يعدي البلاد برين بارير زي ما شرحنا مرارا وتكرارا لازم الراجل ده الهيدروفوبيست بتاعته تكون عاليه، يعني يكون مور لايبوفيليك، مور لايبوفيليك. تاني حاجه يعني معنى ذلك ان انا عندي البولار جروب اعمل لها كونفرشن الى مين؟ اعمل لها ماسكنج الى ايه؟ لايبوفيليك جروب، اقلل البولاريتي يما عشان تعدلي من البلاد برين بارير. اول حاجه الثانيه دي اللي بقول عليها باسيف ديفيوجن، الحاجه الثانيه ان انا يحصل عندي اكتيف ترانسبورت عن طريق اكتيف ترانسبورتر، او بقول عليه انترنسك ترانسبورتر بروتين، حاجه ترانسبورتر راجل ناقل شبيه بالبروتين اللي موجود عند الامينو اسيد اللي بتعديه او النيوترينتس اللي بتعديها، يقوم جاي واخده ومدخله جوه مين؟ دخله جوه الجسم. يبقى اول حاجه
ازود اللايبوفيليسي، تاني حاجه عن طريق البيسف عشان يحصل باسف ديفيوجن، او عن طريق ان انا يكون عندي انترنسيك ترانسبورتر او امينو اسيد ترانسبورتر بروتين على مود ان هو يبقى شبه بالبروتين، فبالتالي يعمل له عمليه مين؟ عمليه الترانسبورتيشن او عمليه مين؟ الديفيوجن. الكلام اللي بيتقال عند اغلبيته هو شبيه بالظبط لعمليه الابزوربشن منين؟ من الجي اي تي. يبقى انا المركب اللي عندي زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا ديت، انا الدراج بتاعي لو برو دراج ايه؟ عايزه يتحول الى برو دراج ايه ده؟ هو دلوقتي هنا بريفرال موجود عندي، يحصل له فاست باسيف ديفيوجن ويخش عندي يعدي من البلاد برين بارير، يبقى الراجل ده لازم يكون مور لايبوفيليك او بيكون عندي فين؟ عندي ترانسبورتر. انما لو حصل له رابط بايو كونفرشن او بايو ترانسفورميشن بريفرال، ده ما الدراج اللي عندي اللي هيوصل هنا هيكون كميته قليله، يبقى ما فيش نو ثيرابيوتيك افكت. نو ثيرابيوتيك مين؟ نو ثيرابيوتيك افكت. وعمليه دخول البرو دراج يعدي البلاد برين بارير بعد ما يخش، بقول عليها عمليه ايه؟ عمليه افلكس. عمليه مين؟ افلكس. الخروج انفلكس. طيب ده لو انا عندي البرو دراج، البرو دراج يبقى انا عايزه بريفرال، يبقى سلو بايو كونفرشن، اهو برو دراج بي ده هو الافضل، اهو هيحصل له باسيف ديفيوجن او يحصل له اكتف ديفيوجن عن طريق الترانسبورتر بروتين، هيخش عند البرو دراج بي، دخل عندي اهو تعدى البلاد برين بارير، بقى موجود عندي في البرين، يحصل له رابيد بايو كونفرشن ويتحول الى الدراج ويديني مين؟ الثيرابيوتيك افكت. يبقى انا هنا حميته، هنا كان بالظبط حميته من البريفرال بايو كونفرشن او البريفرال ميتابوليزم. فالكميه لو هنا في الحاله ايه ده؟ الدراج اللي عندي هنا حصل له رابد او اكستنسيف ميتابوليزم، يبقى هيجي يعدي هنا كميه بسيطه جدا، كميه بسيطه جدا، يبقى ما فيش ثيرابيوتيك افكت هيحصل عندي. انما هنا لما حصل له عملت فيه موديفيكيشن على مود ان هو يحصل له سلو بايو كونفرشن او بايو ترانسفورميشن، او حميته وعملت له انهبيشن للميتابوليزم بريفرال، فبالتالي عدى بكميه كبيره من البلاد برين بارير وبقى موجود عندي في البرين، خلاص في البرين هيحصل له عمليه بايو كونفرشن او بايو اكتيفيشن ويتحول الى اكتيف دراج، والاكتيف دراج اللي عندي يديني الثيرابيوتيك ايه؟ الثيرابيوتيك افكت. حاجه عندي زي ما قلنا ال دوبا، ال دوبا الراجل ده او الليفو دوبا عموما انا باخده كومباينيشن زي ما شرحنا قبل كده مع الكارب دوبا. الليفو دوبا لوحده مشكلته ان الراجل ده بيحصل له ميتابوليزم، بيحصل له بالكومت، الكومت ده كاتيكول اورسوميثايل ترانسفيريز، احنا بنشرح الموضوع بالتفصيل الممل. كاتيكول اورسوميثايل ترانسفيريز بيجي على الاو اتش اللي هي بتاعت الكاتيكول اللي عندي ديت اللي موجوده في كل الكاتيكول امينز، الحاجات اللي شرحناها في الالفا والبيتا اجونس اللي هي الادرينرجيك ريسبتور السمباثاتيك نيرفس سيستم. كاتيكول امينز هي عباره بقول عليها اسمها كاتيكول امينز، زي الادرينالين، زي النور ادرينالين، زي السيروتونين، الحاجات دي كلها تنتمي الى عائله الكاتيكول امين. حتى الدوبامين، الدوبامين اللي عندنا ده اللي احنا عايزين نوصل له عشان نعالج به الباركنسونيزم، اللي هو الدوبامين ده اللي قدامي ده اللي انا مأشر عليه ده، الدوبامين ده هو عباره كاتيكول امينز. كاتيكول ايه يا شباب؟ كاتيكول امينز. الكاتيكولامينز اللي قدامي ده اللي هو الدوبامين ده شبيه بالادرينالين والنور ادرينالين، الراجل ده نتيجه ان انا واجد عندي نتيجه لوجود الكاتيكول الاو اتش خصوصا اللي في البوزيشن رقم 3 ده، 1 2 وده رقم كام يا شباب؟ 3. 3 ده بيحصل له بالكاتيكول اورسوميثايل ترانسفيريز يحولها لاوميثايل، يحول الى 3 اوميثايل دوبا او 3 اوميثايل ميتابولايت، بيبقى ان اكتف، او يحصل له عن طريق ال امينو اسيد او الاروماتيك امينو اسيد دوبا دي كاربوكسيليز، ده اختصارها والاختصارات موجوده عندك تحت هنا، امينو اسيد دوبا دي كاربوكسيليز، هعمل دي كاربوكسيليشن يعني الكاربوكسيليك اسيد دي كلها هت ايه؟ هتروح عندي، كل ده انا عايز ده، كل ده كويس قوي، الامينو اسيد دوبا دي كاربوكسيليز يشتغل، بس يشتغل فين؟ بعد ما الدراج بتاعي يعدي البلاد برين بارير يروح السي ان اس بقى يعمل له عمليه ريفريشمنت اللي هي عمليه البايو اكتيفيشن، انما بريفرا هنا انا مش عايزه بريفرا، ده بالعكس هيديني سايد افكتس، انا مش عايز دوبا مين في شيء. دوبا بين فازو كونستركتور ولها عديد من الفارماكولوجيكال اكشن الكتيره، انا مش عايزه هنا في شيء بريفرال، انا عايزه يشتغل فين؟ يشتغل سنترال. الاكشن بتاع الدوبا دي كاربوكسيليز تمام زي الفول، بس فين؟ سنترال، عشان احوله الى مين؟ الى دوبامين. الدوبامين نفس الكلام، الكومت طول ما عندي او اتش يحصل لها عمليه الاو دي اوميثايليشن، يتحول لي الى الثلاثه ميثوكسي ميتابولايت، بتستوي الحاله ديت يتحول الى هنا بقى اسمه ايه؟ تيرامين، بعد ما طيرت الكربوكسيليك اسيد ده من الميتابوليزم بتاعه يتحول الى قدامي ده تيرامين، او الدوبامين ده عن طريق الماو، الماو يا شباب والالدهايد دي هيدروجينيز بيعمل لي عمليه اوكسيداتيف دي امينيشن، اوكسيداتيف دي امينيشن يعني هيحول لي دهيت الى سي دبل بوند او، الى سي دبل بوند او اتش،
اوكسيداتيف دي امينيشن، الكلام اللي كنا شرحناه في الميتابوليزم، والمرحله الثالثه لما كنت بقول لك الايه عمليه الديجراديشن بتاعه الايه الكاتيكولامينز او البايو اي ديجراديشن او الميتابوليزم اوف كاتيكولامينز، او هيطير لا يحصل لي اوكسيداتيف دي امينيشن بالماء والالدهيد، ده هيدروجينيز، هتحول المجموعه دي الى الدهيد، يحصل لها فيرزر اوكسيديشن، هتتحول الى الى كربوكسيليك اسيد الثاني 3 و4 داي هيدروكسي فينايل اسيتيك اسيد. الكلام ده مشروح بالتفصيل في المرحله الرابعه في الكورس الاول في موضوع الادرينرجيك بالتفصيل الممل. ممكن ده يحصل له تاني بالكومت يديني او ميثايل، او عن طريق هنا الكومت برضه هيديني اللي هو التيرامين درافت 3 ميثوكسي برضه بالماء والالدهيد ده هيدروجينيز، هيتحول لي عندي الى الفينايل اسيتيك اسيد ديريفاتيفز اللي موجوده عندي سيادتك. كل ده انا عايز منه الدوبا دي، كل ده ممكن يحصل بريفر، انا مش عايز يحصل بريفر، انا عايز ايه؟ عايز الكلام ده هو يحصل عندي كل ده. اي حاجه بريفر مش عايزها من مين؟ من ال ال امينو اسيد اروماتيك امينو اسيد دوبا دي كاربوكسيليز. انا عايز الراجل ده يعدي البلاد برين بارير، فحطوا له طبعا كومبينيشن بالكارب دوبا بحيث ال ال امينو اسيد دوبا دي كاربوكسيليز يروح يتعامل مع الكارب دوبا اللي انا اصلا حطه له، حاجه بقول عليها سوسايدال سبستريت، هو يشتغل معاه زي بالظبط كلافيولينيك اسيد مع الاموكساسيلين، يشتغل فيه زي بحيث يحمي لي هذا مين؟ هذا ال ال دوبا، بحيث ان ال ال دوبا وصل للبرين وعدى البلاد برين بارير، لانه طبعا زي ما انتم شايف كده على شكل مين؟ يحصل له اكتف ترانسبورتيشن، لانه على شكل مين؟ امينو اسيد ان اتش 2 الفا كربون كربوكسيليك اسيد جروب، زيه زي الفينايل الانين بالظبط، ده كده عباره عن من غير الاثنين او اتش، ده عباره عن فينايل الانين، عباره عن فينايل مين؟ عباره عن فينايل الانين. فانا بقول كده بقول ان الليفو دوبا ده، الليفو دوبا عباره عن بايو بريكرزر فور الدوبامين، بعد ما يوصل عندي يعدي البلاد برين بار يجي الدوبا دي كربوكسيليز، يحصل له عمليه دي كاربوكسيليشن ويحوله الى الدوبامين، الدوبامين يشتغل عندي ويعالج لي الباركنسونيزم والليفل بتاعه يزيد عن الاستايل كولين عشان اعالج كل المانيفستيشن اوف الباركنسون ديزيز. وبعد كده بيحصل له فيدنج بقى، يحصل له بقى كومت يكسره الماوي، يكسره الالدهيد ده هيدروجينيز، لا يعنينا هذا في شيء، اهم شيء عندي ان انا اعمل له عمليه تارجتنج ووصله الى البلاد، يعدي البلاد برين بارير ويشتغل سنترال، ويشتغل ايه يا شباب؟ سنترال عشان اعالج الباركنسونيزم، الدراج بتاعي لازم يشتغل ايه؟ لازم يشتغل سنترال. نفس الكلام لو جينا نبص، انا عندي ده، عندي ده ال ال دوبا، ال ال دوبا زي ما احنا شايفين الشكل بتاعه هنا، عندي ال ال دوبا الشكل ده، كان عندي هنا 2 او اتش، واخد عندي مين يا شباب؟ 2 او اتش، وكان عندي هنا كربوكسيليك اسيد جروب، وكان عندي هنا امينو جروب، ده ماني غير يعني ممكن اعمل الكارب دوبا وايه تاني اعمله كومباينيشن، ان انا اعمل ماسكينج للاثنين او اتش، اقلل البولاريتي، ده لما اقلل البولاريتي مين اللي هيزيد؟ اللايبوفيليستي، اللايبوفيليستي هاجي هنا على الكربوكسيليك اسيد جروب هعمل لها ايه؟ عمليه افعلها مع الكول، اعمل عمليه استريفيكيشن، البرايمري امين اللي كان بيحصل له اوكسيداتيف دي امينيشن احوله على هيئه اي، اعمل له عمليه الكايليشن، امينو جروب ان اتش 2 اعمل لها الكايليشن باي الكايل جروب، بهوفمان الكايليشن، تفاعلات العاديه جدا هتحول الى ان اتش ار كده، ان انا عملت لون كلها بروتوش. هيجي هنا ده موجود على هيئه استر، ده موجود على هيئه استر، او حتى لو موجود على هيئه ايسر، عملت على الاو اتش عملت لها استريفيكيشن او استريفيكيشن مش هتفرق عندي، بس هو في الغالب عمليه مين؟ عمليه استريفيكيشن، علشان الانزيم اللي موجود الاستريز انزيم موجود كل شوي، عشان الاخ موسى ينبسط، كل شوي موجود عندي في الدم، وبعد ما يعدي البلاد برين بارير موجود عندي في البرين بنسبه كبيره جدا، هيقوم ايه؟ يعمل له عمليه ايه؟ عمليه الايه؟ البايو ترانس ايه؟ بايو ترانسفورميشن او البايو اكتيفيشن. وطبعا لما باخد اي برو دراج هو مش هيعدي البلاد برين بارير بنسبه 100%، فشيء طبيعي ان فيه جزء منه هيحصل له بريفرال ميتابوليزم، مفيش مشكله، بس ما يحصل له بنسبه 10% غير ما يحصل له بنسبه 90%، هعمل انا ايه بال 10% اللي باقيه اللي هتعدي البلاد برين ولا حاجه؟ ماشي، يبقى ملهاش لازمه، انما شيء طبيعي هيحصل له بريفرال ميتابوليزم، بس اهم حاجه النسبه اللي هيحصل لها بريفرال ميتابوليزم من نسبه البرود رج الاساسي كام؟ طيب يبقى الراجل انا هعمل هنا، هعمل هنا ماسكنج للاثنين او اتش، هنا ماسكنج للامينو جروب اللي كان بيحصل لها اوكسيداتيف دي امينيشن، ما كان هي برايمري امين هخليها عباره عن سكندري امين، اهو ان اتش متصل بار، والكربوكسيليك اسيد جروب هخليها برضو على هيئه استر، على مود يا شباب ان انا بزود مين؟ بزود اللايبوفيليستي،
على مود ان هو يحصل له عمليه ايه، مرور من البلاد برين بارير ويعدي الباسيف ديفيوجن، يبقى انا كده زودت اللايبوفيليسي وقللت مين؟ الهايدروفيليس. بس معنى كلمه ان انا بزود اللايبوفيليسي سواء بعمل ابزوربشن من الانتستين او عشان الدراج بتاعي يعدي البلاد برين بارير، مش عمليه مطلقه. يعني هو الدراج بتاعي لو هايلي لايبوفيليك، اللايبوفيليس بتاعته عاليه جدا، هو ده هستفيد منه في ايه؟ ده ولا حاجه. ما هو لما يبقى مور لايبوفيليك، مور لايبوفيليك، المور لايبوفيليك بدرجه كبيره جدا، هيقعد هيجي على التشو مثلا بتاعه الجي اي تي، اللي هي الجي اي تي او اللي هي الجاستريك ميكوزا او الميكوزا اللي موجوده عند في الانتستين، هيمسك فيها ومش هيعدي. ما هو اصلا ليبيد زي الليبيد اللي موجود خلاص هيبقى جزء منها، مش هيعدي. نفس الكلام في البلاد برين بارير. يعني ما ينفعش يبقى اللايبوفيليس ديت مطلقه، كل ما اقول ايه يلا نزود اللايبوفيليس يبقى الدنيا زي الفل، لا طبعا. ماشي، اهم حاجه شيء عندي يبقى ان انا في عندي، انا عملت فقط ماسكنج للبولر جروب للاو اتش والان اتش 2 والكربوكسيليك اسيد جروب، خليتهم على هيئه استر او خليتهم على هيئه سكندري امين، على مود ان انا بس ارفع اللايبوفيليس شويه واعمل ماسكنج لمين؟ للبولر جروب بس، على مود ان يعني الاو عندي هي بولر، الاو بولر، الان اتش بولر، السي دبل بوند او بولر، والاو هنا اللي بقت على هيئه استر بولر. بس انا عملت ماسكنج للايه؟ ماسكنج للبولاريتي على مود ايه؟ ان انا قللتها شويه، لما اقلل البولاريتي يبقى هزود مين؟ اللايبوفيليستي. يبقى مش معنى ان انا كل ايه؟ اللي يحب ان انا بقى يزود اللايبوفيليستي، لا، ما الدراج بتاعه هيبقى اللايبوفيليستي بتعلى جدا في بعض المركبات، اللي لما تلاقي اللايبوفيليستي عاليه جدا يقول لك ما فيش ابزوربشن من الجي اي تي. ستك تيجي تقول ازاي ده كلام، يعني مش الكلام اللي احنا اتعلمناه. ما هو بنسبه يا حبيبي حسب البارتشن كوفيشنت، الكلام اللي احنا شارحينه في سنه ثالثه وفي سنه رابعه وخدتوه اكيد في الفارماسيوتكس، عندي درجه يعني اغلبيه الحاجات اللوج بي والحاجات دي كلها بتكون اباوت اتنين مثلا عشان تكون اللايبوفيليست عاليه. زودت عن كده بقت اللايبوفيليست عاليه خالص، الدرج مش هيبقى اكتر. يبقى ايه، الناس تاخد بالها من الايه، من النقطه دي. فهنا هيحصل حاجه عندي، الكربوكسيل استريز انزيم هيجي يرجع يعمل كانه استريز، هرجع هكسر الاستر جروب وارجع دي او اتش، كل واحد هيرجع الى اصله، الاو اتش ترجع او اتش اللي هي الفينولك بتاعت الكورتيكولامين، عندي هنا الكربوكسيليك اسيد جروب هترجع كما كانت ماشي، وطبعا وهيحصل دي ميثايليشن، ارجع الان اتش 2 تاني. بعد كده عند الراجل ده موجود فين؟ موجود في البلاط، موجود فين يا شباب؟ موجود في البلاط. بعد كده الراجل ده هيعدي البلاط برين بارير، هيعدي البلاط برين بارير ال دوبا ماشي، او ممكن بنفس الشكل ده، بنفس الشكل اللي كان موجود عليه ده هيعدي برضو ال دوبا، بس هو هنا هيعدي بيه الاكتيف ترانسبورت زي ما قلت لك اهو، او بالفينايل الانين اهو، الفينايل كل ديت عباره عن فينايل الانين امينو اسيد، كل اللي انا زودته عليه عباره عن ايه؟ عباره عن اتنين كربو، عباره عن اتنين او اتش جروب موجودين عندي، فيعدي بيه الاكتيف ترانسبورت، يبقى انا حميته من الدوبا دي كاربوكسيليز والناس دي كلها اللي موجوده عندي بريفرال، اللي هي ممكن تعمل له عمليه ايه؟ تعمل له عمليه تكسير، وزودت اللايبوفيليست بتاعته. فهيقوم جاي بعد كده متحول لي الى ال دوبا، وال دوبا تتحول لي الى الدوبا ايه؟ الى الدوبا مين اللي انا هعالج بيه يا شباب؟ مين هعالج بيه؟ الباركنسونيزم. الاستراتيجيه الثانيه اذا كده زودت اللايبوفيليست، وكلمه تزويد اللايبوفيليست يعني بزود الليبيد كاركتر، بقول عليها الليبيدايزيشن، الليبيدايزيشن، لما اعمل ماسكنج للاو اتش او البولر جروب واحولها الى استر او حاجات اللايبوفيليست بتاعتها عاليه او ليس هيدروفيلك، بقول عليها ليبيدايزيشن، ليبيدايزيشن لا بتكون شبيهه بالايه؟ بالليبيد، لان عايز المركب بتاعي يكون مور لايبوفيليك. ان انا افعله مع حاجه اسمها الترايجونيلين، الترايجونيلين او انيميثايل بريدين كاربوكسيليك اسيد، انيميثايل بريدين ايه؟ كاربوكسيليك اسيد، او بقول عليه النيكوتينيك ايه؟ او بقول عليه النيكوتينيك اسيد، بقول عليه يا شباب النيكوتينيك ايه؟ النيكوتينيك اسيد، النيكوتينيك اسيد. لما اكون عندي بريدين وكاربوكسيليك اسيد في البوزيشن رقم 3، لو الكاربوكسيليك اسيد جروب في البوزيشن رقم 4 اسمها ايزو نيكوتينيك اسيد. ما علينا، يبقى ده اسمه ترايجونيلين، وده عباره عن الكالويد، او بقول عليه يا شباب اللي هو مين؟ اللي هو الايه؟ النيكوتينيك اسيد، دريفت في النيكوتينيك اسيد. ده النيكوتينيك اسيد اللي موجود عندي ده، هو الراجل ده شيء طبيعي ان انا لما اجيب الراجل ده يبقى انا جايبه هنا على مود ان انا ازود اللايبوفيليستي. يبقى هل الاستراكشر ده اللي انا عايزه يعدل البلاد برين بارير ولا هذا الاستراكشر؟ طبعا الاستراكشر اللي فوق رقم واحد ورقم اثنين، لا انا عايز واحد هو اللي يعدل البلاد وليه هو اللي يعدل؟ لانه مور لايبوفيليك. رقم اثنين ده عباره عن الاوكسيدايزد فورم او اتشارجد فورم، الان عليها شحنه موجبه، الان عليها شحنه موجبه
زي الشكل اللي انت شايفه ده قدامك ده كده بالظبط، كانه عباره عن سبيتر ايون. مش ده كان في الاصل ده عباره عن او او اتش كاربوكسيليك اسيد جروب، الاتش هتخرج وتروح على الان تعمل عليها بروتونيشن. ماشي يا شباب، اصبح موجود على هيئه سبيتر ايون، بقى مور هيدروفيليك مور بولر. يبقى الراجل ده بريفرال الاليمينيشن بتوعه هيكون اسرع، مش هيعدي البلاد برين بارير. مين اللي يعدي البلاد برين بارير؟ هذا الفتح ده اللي يعدي مين؟ البلاد برين بارير. يبقى الراجل ده ممكن يحصل له عمليه اوكسيديشن ويتحول لي الى الان كواترنريز اللي انت شايفه ده. وطبعا لما وديت طبعا هتتحول، يبقى عندي هنا كمان دبل بوند هضيفها كمان زياده، وهيبقى المركب اللي عندي مور ايونايزد مور اتشارجد، فهي طبعا مش هيبقى مور اتشارجد. يبقى الراجل ده مش هيعدي البلاد برين بارير، يبقى ما فيش له اي ثيرابيوتيك افكت ان هو يعدي البلاد برين لو كان موجود على هذا الشكل لانه اتشارجد. ده بالحل ايه؟ الحل الكلام اللي انا موجود تحت ده كله زي ما قلت لك، في الدوبامين نحصل له اوكسيديشن وهيدروليسيس زي الفل. بس فين يحصل عندي بعد ما يعدي البلاد برين بارير؟ هيحكي لك ان بيعمل له عمليه ايه؟ بايو اكتيفيشن، بايو اكتيفيشن او بايو ترانسفورميشن. يبقى الراجل ده عندي التراجونيلين او الداي هيدروبريدين كاربوكسيليك اسيد، او بقول عليه داي هيدرو نيكوتينيك اسيد ديريفاتيف. عندنا كاربوكسيليك اسيد هتيجي عندي من الدرج لو موجود في عندي اي فانكشن جروب تنفع ترتبط زي ال ان اتش 2 زي الاو اتش جروب زي اي مجموعه تنفع ترتبط مع الكاربوكسيليك اسيد جروب، هيكون عندي برو درج، هيكون عندي ديريفاتيف، هزود اللايبوفيليستي، ده هيعدي عندي البلاد برين بارير بالباسيف ديفيوجن. طبعا باسيف ديفيوجن، وهيحصل عندي بقى اهو الاوكسيديشن اللي كنت بقول عليه بريفرح، هستخدم اوكسيديشن اهوت، والناد اتش تحول الى ناد بلس، هيديني بعد كده اللي هو اللي تشارجد انترميديت. بعد كده يحصل له عمليه هيدروليسيس بالاستريز علشان اعمل عمليه ايه؟ عمليه لايبريشن او عمليه تحرر. هيبقى عندي مين؟ بايو اكتيفيشن للدراج بتاعي، يوصل الدراج بتاعي لوحده ويديني مين؟ ويديني الثيرابيوتيك افكت. ده فين؟ ده موجود عندي في السي ان اس، عدى البلاد برين بارير، موجود عندي في السي ان اس. يبقى كده انا بعمل عمليه تارجتنج، انا عايز الدراج بتاعي يشتغل في السي ان اس ولا يعمل بريفرال. بريفرال انا هستفيد منه في ايه؟ انا الدراج زي ما قلت لك عايز اشبك في السيستم ده اللي هو الداي هيدروبريدين او النيكوتينيك اسيد ديريفاتيف ده، عايز اشبك فيه عندي مثلا عندي انتي بايوتيك بي 300 او اي حاجه عايزها توصل للبرين، هو هايلي بولر هيعدي زي من البلاد برين بارير، اشبكه في مين؟ اشبكه في هذا السيستم اللي هو الايه؟ الترايجونولين، او اللي عباره عن اخونا مين اللي هو النيكوتينيك اسيد. النيكوتينيك اسيد في الشكل ده، ده طبعا ان ايونايزد، اللايبوفيليست عاليه بتاعته، ده عباره عن الريديوزد فورم، لما حصل له اوكسيديشن اتحول الى الاوكسيدايزد فورم، بقى عباره عن تشارجد، يبقى ماكو ترانسبورتيشن فورم من البلاد برين بارير. يبقى انا هنا عملت ليبيدايزيشن بالداي هيدرو نيكوتينيك اسيد او نيكوتين ديريفاتيف، هفعله مع الدراج بتاعي اتحول الى البرو دراج الى اكتيف دراج، يحصل له فاست باسيف ديفيوجن، هيبقى عندي موجود عندي في البرين، صار له اوكسيديشن ثم هيدروليسيس، يديني الاكتيف دراج بتاعي، الاكتيف دراج يديني الثيرابيوتيك افكت اللي انا عايزه، وتبقى الدنيا تمام وزي الفل. يبقى انا كده عملت دراج ديليفري سيستم، ديليفري توصيل للمنازل. انا مش عايز اوصله بريفرال، عايز اوصله لباب البيت. باب البيت فين؟ يخبط فين؟ يخبط على السي ان اس، باب البيت اللي هو البلاد برين بارير، يعديه ويحطه لسيادتك على السفره بقى عشان سيادتك تاخد الريوك بتاعك او تتغدى. فين؟ في السي ان اس. كل الكلام اللي مكتوب عندك ده، ده شرح للي انا قلته لسيادتك بالظبط. عشان عايز ازود الدراج يعدي البلاد برين بارير، يبقى ازود عندي عمليه الباسيف ديفيوجن، اعمل ماسكينج للبولر جروب، بولر جروب لما احولها الى مثلا او اتش احولها لاستر، يبقى كده بعمل عمليه ليبيدايزيشن. لما ازود اللايبوفيليس يبقى اسمها ليبيدايزيشن، بقى شبيه بالليبيد، او عن طريق ان انا بعمل ايه؟ بقى يكون عندي الدراج بتاعي على هيئه ايه؟ على هيئه ترانسبورتر، حاجه شبيهه بالامينو مين؟ بالامينو اسيد. وفي نفس الوقت أن طبعا الدراج دخل عندي، طبعا هو لما بيخش بيحصل له عمليه برضه ايه؟ انفلاكس. انا عايزه يفضل يحصل له افلاكس ويفضل داخل البرين وقت ايه؟ اطول، بحيث يديني الفارماكولوجيكال افكت ايه؟ يديني الفارماكولوجيكال افكت يعني. كل الكلام ده اللي احنا شرحناه في الميتابوليزم بتاع مين؟ ال ال دوبا، الكلام ده شرحناه بالتفصيل. وده 1 و4 داي هيدرو نيكوتينيك اسيد او ترايجونيلين. ماشي يا شباب، يبقى انا كل الكلام ده بستخدمه على طريق ان انا ايه؟ ان انا اعمل عمليه ان انا اعمل عمليه بزود اللايبوفيليستي، او استخدمه على هيئه
امينو اسيد او حاجه شبيهه السيستم الثالث اللي استخدمناه، ان انا استخدم حاجه اسمها داي هيدروبريدين بريدينيوم سيستم اللي هو النيكوتينيك اسيد، او بقول عليه ايه الترايجونيلين. الترايجونيلين يبقى الترايجونيلين او الداي هيدروبريدين اللي احنا قلنا عليها يا شباب، داي هيدروبريدين بريدينيوم سيستم. داي هيدروبريدين ده عباره عن ريديوزد فورم، بريدينيوم ده فيه بوست في تشارج على الان، يبقى ده عباره عن الاوكسيدايزد فورم، وفي نفس الوقت هنا بزود كمان دبل بوند. عندنا في الداي هيدروبريدين، داي هيدروبريدين اللي موجود قدام سيادتك ده، الراجل ده بقول عليه 1.4 داي هيدرو نيكوتينيك اسيد، بحط هنا ميثايل عشان يبقى اللي بقول عليه اللي هو الترايجونيلين، الراجل ده هوت عباره 1 2 3، بعمل ميثايليشن والان السي اتش 3 بتحل محل الهيدروجين اللي موجود عندي، ده عباره كده ديت هنا في ساتوريتد، والان اللي هنا ساتوريتد اللي ماسكه بيه الميثايل، لان هي كانت في الاصل عباره عن اتش، بقول عليه 1 و4 اهو، 1 زي ما خدنا في الهيترو، 2 3 4، يبقى 1 و4 داي هيدرو نيكوتينيك اسيد. قلت لك الكربوكسيليك اسيد في البريدين موجوده في البوزيشن رقم 3، يبقى اسمه نيكوتينيك اسيد، يبقى ده 1 و4 داي هيدرو نيكوتينيك اسيد. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ريديوزد فورم، عباره عن ريديوزد ايه؟ ريديوزد فورم. لما يخش البرين، اما حاجه بقى في البرين يحصل له عمليه الاوكسيديشن والناد اتش تحول الى ناد، بديت بيبقى عليها شحنه موجبه، وبضيف عندي هنا ايه؟ دبل بوند، بضيف عندي مكان عندي 2 دبل بوند، 2 باي هيبقوا 3 ايه؟ 3 باي بوند. كده بقى اصبح ايه بقى؟ اوكسيدايزد فورم، ولان بقى عليها شحنه موجبه بقى تشارجد. انا عايز الكلام ده تشارجد واوكسيدايز بس فين؟ في البرين. لو بقى بره عمره ما هو معدي، اللي تشارجد حاجه تشارجد هتعدي زي البلاد برين بارير، هتفضل معاده في مكان عمرها ما عديه. يبقى كده عمليه الاوكسيديشن والهيدروليسيس كان يعني بالظبط بعمل عمليه بايو ترانسفورميشن او بايو كونفرشن على مود بالاستريز انزيم، هيجي يكسر لي هذه الاسره، والدراج ماسك عندي هنا مكان الاو اتش، الدراج بتاعي حسب الفانكشن جروب اللي موجوده فيه يتكسر بالاستريز او الاميديز حسب الفانكشن جروب، ويديني بعد كده الاكتف فورم للدراج، والدراج اللي عندي يشتغل ويديني الفارماكولوجيكال افكت اللي انا ايه اللي انا عاوزه. يبقى في عندي بقول عليها ريدوكس ريفرزابل ريدوكس دراج ديليفري استراتيجي، ريفرزابل ريدوكس دراج ريدوكس يعني ريدكشن واوكسيديشن، وريفرزابل يعني كل واحد بيتحول الى الثاني، ما هوش على صوره واحده، وعلى صوره واحده يبقى ما فيش، هيبقى عندي ريدكشن واوكسيديشن. يا ريفرزابل ريدوكس ايه؟ ريدوكس دراج ديليفري استراتيجي، انا عايز اوصله للبرين عن طريق اللي هو الداي هيدرو نيكوتينيك اسيد. اهو المثال اللي قدامنا اللي شارحينه قبل كده، اهو ده عندي اهو، ده عندي دي كانت كاربوكسيليك او اتش، هجيب الدراج بتاعت حسب الفانكشن جروب، وهقول له اتش هتخرج، ولو عندي الدراج بتاعي مثلا في او اتش يبقى هيديني استر، ودي بتكون مثلا عباره عن او. الراجل ده قلت لك عايزه كده ايه؟ بريفرال، هيجي يعدي البلاد برين بارير، اهو ديت عباره عن ايه؟ ريديوزد فورم، ريديوزد 1 و4 داي هيدرو، ده رقم 1 وده رقم 4 داي هيدرو، كل ما الباي بوند اللي عندي الموجوده قليله يبقى انا كده في عمليه ريدكشن. يعني انا لو جيت الدبل بوند اللي عندي هنا دي كمان ما عادتش موجوده، مش موجوده، يبقى كده اكثر ايه؟ اكثر، يبقى ريديوس ذا فورم بتاعه اعلى. ماشي يا شباب؟ يبقى لما اقلل الدبل بوند، زي ما اكون عندي دبل بوند، المركبات اللي بتحتوي على دبل بوند زي المركب اللي قدامي ده اسمه بروبين، هيجي يقول لك بروبين مين يا عم؟ ده انت راسم لنا علم، لا ده بروبين والله، واحد كربون، اثنين كربون، ثلاثه كربون، وعندي دبل بوند موجوده واحده سيجما وواحده باي. ماشي، يبقى اسمه بروبين، بروبين. الراجل ده لما بعمل له عمليه ريدكشن، البروبين ده بيتحول الى ايه؟ بيتحول الى الراجل ده. اقول لك ايه ده؟ ده انت راسم لنا 8 بالعربي، لا والله ده اسمه بروبان، واحد اثنين ثلاثه. ثلاثه كربون وساتيوريتد يبقى اسمه بروبان، يبقى لما عملت ريدكشن يعني الدبل بوند ديت الباي بوند ديت ريدكشن، حطيت ريديوسنج ايجنت زي النيكل او البلاتينم في وجود مين اهم حاجه؟ اللي هو الاتش 2 اللي هو جهاز الهيدروجين، وبيتم التفاعل على سطح مين؟ النيكل او البلاتينم. كلام بتاع سنه اولى اللي انتوا نجحتوا فيه من غير ما تعرفوا ازاي لغايه دلوقتي، انتوا نجحتوا في كل المراحل من غير ما تعرفوا في الكيمياء، انا متاكد متاكد، وده مش ذنبكم والله. الحق عليا، ونغني لكم اغنيه الحق عليا. المهم، فالدبل الباي بوند ديت هيحصل لها ريدكشن، يعني انا هضيف هنا هيدروجين على الكربونه دي هيدروجين، والكربونه دي هيدروجين، والباي بوند ديت كده في امان الله. فالراجل ده يتحول لي مين؟ يتحول لي الى بروبان، سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3. ما علينا، يبقى انا لما يبقى انا يبقى عمليه يبقى كده بعمل عمليه الريدكشن، لما يبقى الدبل بوند عندي قليله يبقى دي اسمها عمليه ريدكشن.
الراجل اللي عندي هنا اللي فيه 2 دبل بوند، لما يصبحوا 3 العكس بقى. انا لما كنت بقلل الباي بوند كان اسمها ريدكشن، يبقى لما ازود الباي بوند يبقى اسمها ايه؟ اسمها اوكسيديشن. اسمها ايه؟ اوكسيديشن. تمام، الراجل ده هيعدي البلاد برين بارير زي ما هو وزي الفل، لان مور لايبوفوليك، يبقى انا كده عملت عمليه ليبيدايزيشن عن طريق اللي هو الداي هيدروبيريدين نيكوتينيك اسيد، او الداي هيدروبيريدين بيريدينيوم سيستم، او ريفرسبل ريدوكس ديليفري سيستم، عدى البلاد برين بارير. خلاص انا عايزه بقى اللي كان بيحصل له بريفرال، عايزه يحصل له دلوقتي في البرين. خلاص يبقى اجي حاجه هنا يحصل له عمليه اوكسيديشن اهو، عشان يتحول الى التشارجد فورم. عندنا بقى عندي شحنه موجبه على الان، لان الان كان عليها لون بير، وكان عندي هنا كام باي بوند؟ عندي 2، اصبحوا كام؟ اصبحوا 3 باي بوند. يبقى كده عملت عمليه ايه؟ اوكسيديشن. اوكسيديشن عكس مين؟ عكس الريدكشن. كنت لما اقلل الباي بوند كان بيبقى عمليه ريدكشن، لما زودت الباي بوند يبقى عمليه ايه؟ عمليه اوكسيديشن. هنا انزيماتيك اوكسيديشن في البرين عن طريق ان الناد اتحول، الناد اتش اتحول الى ناد بلس. بعد كده الدراج بتاعي اللي هو الاوكسيدايز فورم او اللي تشارجت، عملت كده بايو ترانسفورميشن. اجي اعمل بقى بالانزيماتيك هيدروليسيس بالاستريز، هيكسر لي هذه الاسره ويديني، يرجع لي بقى الاكتيف فورم، يم الدراج يشتغل زي ما هو عايز. فين؟ في البرين. اشتغل فين يا شباب؟ في البرين. اشتغل سنتر لايه؟ سنتر لي اكتنج، سنتر لي اكتنج ان سي ان اس. اهو زي ما قلت لك عندي امثله اهوت، عندي زي ما خدنا هنا البيتا لاكتام، يعني سيتك لما تداول الاستراكشر بتاع البيتا لاكتام انتي بيوتيك ده هايلي هيدروفيليك كربوكسيليك اسيد جروب، فريلي كربوكسيليك اسيد جروب، في عندي ان عليها لون بير من الالكترون، في عندي او عليها لون بير من الالكترون، بيتا لاكتام رينج عليها لون بير من الالكترون، واحتمال الارض يكون عندي حاجه زي السايزول اتاتشت بها. فالمركب اللي عندي هايلي هيدروفيليك، هيدروفيليك، وما اقول لك هايلي هيدروفيليك يا معود يعني معناه ده ماخده من السي ان اس، لما اقول لك مور هيدروفيلك يعني معناه ان هو مش هيحصل له، او عمليه ابزورب مش هيحصل له، بس بنسبه حسب حاجه اسمها ديجري اوف الايونايزيشن. ديجري اوف الايونايزيشن يعني مش لما اقول لك حاجه مور هيدروفيلك يعني معناه ان هو 100% مش هيحصل له عمليه ابزوربشن، لا انا بتكلم دلوقتي على مين يا شباب؟ على الابزوربشن من الانتستين، الانتستينال ميكوزا، حسب ديجري اوف مين؟ اوف الايونايزيشن، ديجري اوف الايونايزيشن بنسبه. يعني اللي بقول لك يعني هل هو ما تاخده 100 جرام وهو الراجل ده بولر، الراجل ده مش هيعدي بنسبه 100% ابدا، بدليل ان احنا لما كنا بنقول الامبسيلين، الامبسيلين لما باخده لوحده، لما باخده كاكتف دراج كان بيحصل عمليه ابزوربشن 40% و60% بيستهلكوا ويروح البكتيريا الفلورا ويبهدلوا لي الدنيا. طيب طب ال 60% اللي ضاعوا عندي دول اضيعهم ليه طيب؟ كنت بعمل لك بستخدمه على هيئه برودراج اللي هو البيفامبيسيلين على مود ان هو يوصل لكام؟ ل 90% او اكتر من 90%، بس مش معنى ان هو مور هيدروفيلك معناه ان هو هيبقى زيرو زيرو ابزوربشن، لا يبقى حسب ديجري اوف الايونايزيشن. يبقى انا هعمل ماسكين للكربوكسيليك اسيد جروب اللي هي الاسينشال فور الاكتيفيتي ديت، احط عندي هنا هو زي ما انت شايف كده حاطط سي دبل بوند او او سي اتش 2 ماشي، زي ما عملنا خالص في البيفامبيسيلين وفي الامبيسيلين ماشي. حطيت هنا حاجه اسمها لينكر او حاجه اسمها سبيسر، حاجه اسمها سبيسر، وحطيت هنا مين يا شباب؟ اللي هو الترايجونولين او الداي هيدروبريدين بيريدينيوم سيستم اللي هو النيكوتينيك اسيد، ان ميثايل نيكوتينيك اسيد. طيب الراجل ده بعد كده، بعد ما انا عملت يعني انا الراجل ده كربوكسيليك اسيد جروب، عشان الناس ما يقولش لا ده هنا كربوكسيليك اسيد جروب وكان عندنا كربوكسيليك اسيد جروب، حطيت سبيسر يا معود في النص، سبيسر في النص يحتوي على سي اتش 2 او اتش. هتيجي السبيسر اللي حطيته سي اتش 2 او اتش هيتفاعل هنا مع الكربوكسيليك اسيد جروب بتاع الترايجونيلين او النيكوتينيك اسيد اللي موجود، داي هيدرو نيكوتينيك اسيد 1 و4 داي هيدرو نيكوتينيك اسيد، يبقى فعلت الكول مع مين؟ مع كربوكسيليك اسيد، على مود من ان انا عشان كده حطيت مين؟ السبيسر، وعلى مود برضو ان يبقى هنا حصل تفاعل، وعلى مود اما يجي عندي الاستريز انزيم يجي يكسره ويديني الاكتف فورم يكسره لي يحصل اسبونتونيوس ويحصل لوحده. لان لو كنت زي ما شرحت لك قبل كده لو جه يعمل على ده على طول وعملت مثلا ميثايل استر مثلا اوف الامبيسيلين، المجموعه دي كلها بالك كبيره، الاستريز ماكرو مولكيول كبير، فما يجي يكسر ده مش هيعرف. يبقى انا كده عملت عمليه اكستنشن علشان يعرف الاستريز يشتغل ايه؟ يشتغل براحته. المهم يبقى الراجل ده زودت اللايبو في ليست يمه، هيعدي البلاد برين بارير، يعدي البلاد برين بارير لان استخدمته على هيئه اللي هو الريفرسبل ريدوكس سيستم اللي هو الداي هيدرو بريدين بريدينيوم ايون، عدى البلاد برين بارير هيحصل له عمليه بايو اكتيفيشن
بايو اكتيفيشن، خلاص زيت بين ناد اتش تحول الى ناد، يحصل له عمليه الاكسيديشن، وبعد كده بعد ما حصل له عمليه الاكسيديشن يحصل له عمليه الهيدروليسز، الكربوكسيليك اسيد جروب اللي عندي او الاستر ده تحصل لها عمليه الهيدروليسز، هيديني النيكوتينيك اسيد او الترايجونلين تاني، دي تتحول الى او اتش زي ما شرحت قبل كده، هتحول الى او اتش، يبقى الجزء ده هيتحول ايه يا معودين؟ هيتحول الى فورمالدهايد، والفورمالدهايد اللي عندي اتش سي اتش او او سي اتش 2 او هي هيها بالظبط فورمالدهايد، ويديني هنا اسبونتونيوس مين يا شباب اللي هو مين؟ اللي هو عباره عن البيتا لاكتام انتي بايوتيك، البيتا لاكتام انتي بايوتيك وصل للبرين هشتغل سنترال حسب اي انفكشن موجوده عندي، ويعالج لمين؟ ويعالج لي الايه؟ الانفكشن. لما اقول لك ده عباره عن انهي نوع من انواع البرو دراج، عباره عن بايبارتيت ولا ترايبارتيت؟ ده عباره عن ترايبارتيت لان كان عندي كارير اللي هو الداي هيدروبيريدين او الترايجونيلين او الداي هيدرو بريدين او النيكوتينيك اسيد، ده عباره عن كارير، وفي عندي سبيسر او لينكر اللي هو الفورمالدهايد، وعندي اللي هو الاكتيف دراج اللي هو مين يا شباب؟ البيتا لاكتام، البيتا لاكتام ده عباره عن تراي بارتيت. الحاجه دي تاخد بالك منها قوي. نيجي حاجه زي اللي قدام اللي شرحناها قبل كده اهو، حاجه على طول الجزء ده كده عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن الجاما، جاما امينو بيوتريك اسيد، اهي اداه ديت كربوكسيليك اسيد جروب ودي امينو جروب، ده الدراج بتاع الاساسي ده اللي قدام حضرتك اللي عليه القلم ده. الراجل اللي قدامك ده، الراجل ده لما يبقى عندي بالمنظر ده كده سي او او اتش، وعندي الناحيه الثانيه ان اتش 2، دي جاما امينو الفا وبيتا وجاما، جاما امينو بيوتيريك اسيد، الراجل ده هايلي بولر، هو اصلا كله على بعض بولر، يبقى الحل ايه يا سيدي؟ ده نيورو ترانسميتر عباره عن ايونيك، ده موجود جوه البرين، سبحان الله نيورو ترانسميتر ده موجود جوه البرين، جوه البرين عشان يعدل المود بتاع سيادتك ويظبط مزاجك ويمنع الباركنس، يمنع الكونفولشن والكلام ده كله والابيليبسي، موجود جوه البرين. لو البلاط برين بارير ربنا خلقه لنا ده ما هوش موجود، كانت الناس دي تخرج بره البرين تبقى مصيبه، يبقى مش موجود في البرين، بس سيادتك كنت تموت يحصل لها كونفالشن. فالحاجز اللي ربنا حطه ده البلاط برين بارير ده، الحاجات المهمه الاسينشال اللي موجوده في البرين ما تخرجش لانها بولر، هيخرج ازاي وهو بولر؟ انا بقول مش عايزه يخرج بريفرال، لازم يبقى مستقر جوه فين؟ جوه البرين، ما ينفعش يطلع اي حاجه تخش واي حاجه تطلع، سبحان الله يعني. ماشي. النيوترينس الحاجات اللي بتغذيك اللي عايزه توصل برين زي الجلوكوز والامينو اسيد والحاجات، حاطط لها ترانسبورتر بحيث انها تعديها. النيوروتوكسين او الحاجات السبستريت اللي هي التوكسين او الحاجه اللي هي ممكن تعمل الاميون سيستم والكلام ده كله، ما تعديش البلاد برين بارير، سبحان يعني الحاجز ده لو مش موجود يعني ده ضروري لوجودنا في الحياه، البلاد برين ايه؟ البلاد برين بارير. طيب ما علينا. يبقى الراجل ده عباره هيوجد على هيئه زيفيتر ايون الكربوكسيليك اسيد، هتفقد الاتش، هتيجي على الان اتش 2 تحولها الى ان اتش 3، ويبقى موجود على هيئه زيفيتر ايون هايلي ايونايزد هايلي تشارجد. يبقى ايه الحل؟ الحل هاتوا يا سيدي، مش ده بيحتوي على امينو جروب؟ تعالى مع الكربوكسيليك اسيد جروب اللي موجوده في الترايجونيلين او الداي هيدروبريدين سيستم اللي موجود عندي، واعمل لي اي ماي زي الفل. طب الكربوكسيليك اسيد جروب اعمل لها ماسك انجيب ايه؟ اعمل لها ماسك انجيب ايه؟ كربوكسيليك اسيد جروب هات اي كحول زي الهكسانول، زي الهكسانول سي 6 اتش 11 او اتش، وفعله معاه هيديني استر زي الفل. خلاص الراجل ده كده زودت هنا، عملت عمليه ماسكنج للبولر جروب، عملت عمليه ليبيدايزيشن، زودت اللايبو فيليستي، زودت اللايبو فيليستي زي الفل. هيعدي البلاد برين بارير، بعد ما عدى البلاد برين بارير هيجي الراجل ده طبعا هنا بالاميديز انزيم، هيقوم مكسر له الايمايد ليب. اولا هيحصل له عمليه الاكسيديشن والناد اتش تتحول الى ناد، وده تديني على شحنه موجبه، ويحصل عندي هنا يبقى عندي هنا 3 باي بوند، حصل عمليه اكسيديشن يليها عمليه البايو اكتيفيشن او عمليه الهيدروليسيس، عمليه الهيدروليسيس ان انا عندي الامايد لينكج ده اتكسر بالاميديز انزيم، وهنا عندي الاثر اتكسر بالاستريز انزيم، وارجع مين؟ وارجع الجابا امينو بيوتيريك اسيد، بس فين بقى؟ جوه البرين، جوه البرين، تظبط المود بتاع سيادتك، ولا قدر الله عندك كونفرشن او ابيليبس هتعالجه، المود بتاع سيادتك مش كويس هتظبطه، الجبهه دي بتعمل كل الحاجات ديت، الجبهه ديت ربنا خالقها، لو انت مزاجك وحش قوي والدنيا معاك مش تمام، المود بتاعك مش كويس، هتاخد حاجه فيها الجبهه تلاقي الدنيا زي الفل وبقيت ريلاكس كده والدنيا تمام وتنام
نوم عميق، واحلى حاجه النوم في البرد اللي احنا فيه ده. ويعني انتوا ما شاء الله، يعني المذاكره دي موضوع، وعمليه انك انت صحتك تحافظ عليها، ده يا ابني نصيحه مني، تحافظ صحتك اهم شيء عندك. المذاكره انت كده كده بتذاكر ما بتفهمش حاجه، فخليك ركز في النوم، فيعني ايه، وربنا معاك ان شاء الله. بس الايام دي ما ينفعش بقى، الامتحانات بعد اسبوع وكده يعني. يبقى كده ايه يا شباب، بعد ما راح البلاد برين بارير خلاص طلع عندي الايه، عملت كده ديليفري للجاما، ديليفري لمين يا شباب؟ للجاما امينو بيوتيريك اسيد. كلام كله سهل وبسيط وظريف. نفس الكلام عندي شبيه برضه بالاورجانو فوسفورس كومباوند، زي ما قلنا الاخ علي عبد الكريم جاب طياره وعدى على الجامعه الاسلاميه وعلى شارع الجنسيه، وخد مع حي العداله والامير بالمره وحي الفرات، ووصل لقرية الغدير واحد والغدير اتنين اللي بجوارهم اللي في نصهم المقبرة النموذجية، وقام رشش علينا حاجة سارين جاز مستخدم محرم في الحروب في الحرب العالمية الثانية، أو رش علينا بقى مبيدات حشرية بتاعة الزراعة والحاجات دي كلها، يعني مبيدات زراعية، فطبعا هيموتنا كلنا، هيموتنا كلنا. وشرحنا الكلام ده في المرحلة الأولى في الأورجانوفوسفيت، الحاجات اللي كنت عندك، كنت بقول لك الحاجات اللي بتمنع الكولينستريز انزيم. كولينستريز انزيم على مدن الأصلية، الكولين يبقى كتير، يبقى موجود اكوموليتد. في عند حاجة بتحصل بعملية حاجة اسمها كارباميليشن، كارباميليشن ميكانيزم، او حاجه عندها اسمها فوسفوريليشن ميكانيزم. كارباميليشن ده اللي كان موجود بمنع بول كولين ستريز انزيم على مود ان انا ازود الاسيتايل كولين ان هو يشتغل وما يتكسرش. انتوا عارفين الكولين ستريز بيكسر مين يا شباب؟ بيكسر الكولين ستريز، بيكسر مين يا شباب؟ باختصار الكولين ستريز بيكسر مين؟ الاسيتايل كولين. ده بنا عنده واحد عنده مايسينيا جريفز، او عنده الاستايل كولين قليل قوي، فبمنع الكولين استريز، الاستايل كولين استريز على مود ان الكولين استريز يحصل له، الاستايل كولين يحصل له اكوموليشن ويعالج المايسينيا جريفز، والانسان يتحرك بسرعه ويحصل له عمليه كونتراكشن في السكليتال ماسل والكلام ده كله اللي انت عارفينه. يبقى الحل ايه؟ كنت بقول لك بعمل عمليه كارباميليشن، اجيب مركبات زي الفيزوستيجمين بتحتوي على الكارباميت جروب ان دايميثايل، وعندي هنا حاجه شبيهه خالص باخونا الاستراكشر بتاع الاسيتايل كولين، ماشي، وبقى عندي هنا رينج ومش عارف ايه والكلام ده كله. بس انا عندي الجزء دوت اللي هو عباره عن الان دايميثايل سي او او، ده اسمه المجموعه ديت اسمها كارباميت، كارباميت كارب ايه يا شباب؟ كارباميت دي كان بترتبط، كان بتيجي الكربون اللي عندي دي بتاع الكربونات دي بترتبط مع اخونا اللي هو السيرين امينو اسيد اللي موجود عندي في الكولين استريز انزيم بيكوفيلنت ببوند. بتاخد وقت طويل قوي لما تتكسر عن طريق عمليه الكارباميليشن، نتيجه ان الان ديت عليها لون بير، يحصل لهم هنا اوفرلابنج، يديني دبل بوند، يبقى الباي بوند دي هتطلع على الاو، معناه ان الكربون ديت هيبقى حوالي اربعه، الهيدروليسز عليها بالكولين استريز هياخد وقت طويل، هياخد وقت اطول نتيجه للان اللي عليها لون بير من الالكترون. الاسيتايل كولين يا شباب ايه الفرق عندها؟ الاسيتايل كولين كان مكان الان ديت او، الاو ما بتعملش الحركه ديت، ما بتعملش عمليه الريزونانس، ما بتعملش عمليه الالكترونيك افكت. يبقى كده انا بعمل استابيلايزيشن للالكتروفيل الكربون اوف كربونايل جروب باي لون بير اوف الكترون اون ذا نيتروجين اتوم وفي الكربونيت مود. الكربونيت مود ديت لو استبدلت ديت وبقت استر عاديه ولا له اي لازمه، هيتكسر بسرعه زي الصاروخ. يبقى نتيجه لوجود الان ديت هي اللي عملت لي هنا عمليه الريزونانس الالكترونيك افكت، بقت الكربون ديت ليس هيدروفيليك، كربون اوف كربونيل جروب ليس هيدروفيليك. فما بيجي الاستريز انزيم، الاستريز انزيم ده كله دوره يا شباب كاني بضيف ميه على الدراج بتاعي على الاسيتايل كولين، الاو اتش تروح تهاجم الكربون ديت توصل عمليه تحلل بسرعه ويديني اسيتيك اسيد زي ما شرحنا، ويديني كولين لمين؟ للاسيتايل كولين. انا مش عايز، انا عايز اخلي الراجل ده يرتبط بحاجه تاخد وقت طويل يفضل ماسك فيها شويه لغايه ما مين يشتغل؟ الاسيتايل كولين. يبقى بعمل عمليه مين؟ زي الفيزوستيجمين والنيوستيجمين والبايريدوستيجمين، الكلام ده كله بستخدمه في مصر يعني نتيجه لوجود هذه الكربامات مويت. يبقى كده بعمل ايه؟ بعمل ريزيستنت فور الهيدروليسيس. او ممكن يحصل الكلام ده هو عن طريق مين يا شباب؟ عن طريق ان انا اعمل عمليه فوسفوريليشن. فوسفوريليشن ديت فوسفوريليشن
فوسفوريليشن اللي موجوده عندي ديت. الفوسفوريليشن ديت عامل يعني معناها ان انا عندي فوسفورس، الفوسفورس هذا اللي اعمل بول فوسفوريليشن هيرتبط مع هذا الاكسجين. هذا الاكسجين جاي منين؟ من السيرين امينو اسيد اللي موجود عندي فين؟ عباره الكولين ستيريز انزيم، الانزيم عباره عن امينو اسيد متشابكه مع بعضها، منها السيرين امينو اسيد ده اهم واحد فيها. السيرين امينو اسيد عباره عن الكول كونتيننج امينو اسيد او هيدروكسيل جروب كونتيننج امينو اسيد. يبقى الاو اتش اللي عندي ده عليها لون بير من الالكترون، هتعمل نيوكليوفيليك اتاك على مين؟ على الفوسفور. الفوسفورس هاي الراجل ده ايه؟ كاتيونيك. الفوسفورس حواليه مجموعات بتسحب منه، فعليه بارشال بوست في تشارج عاليه، هيجي يرتبط مع مين؟ هيرتبط مع الاكسجين. تمام. لغايه دلوقتي يقول لك ايه علاقه الكلام ده دلوقتي باللي احنا هنقوله ده؟ علاقه الكلام ده باللي احنا هنقوله يا سيدي ان الراجل اللي هنستخدمه كانتي دوت اللي هو الباريلدوكزيم اللي قدام سيادتك ده هوت بوع له كده. اه والله ده شبه اللي هو الراجل اللي كان قدامنا من شويه اللي هو الايه؟ اللي هو الترايجونلين او الايه؟ الواحد واربعه داي هيدرو بريدين بريدينيوم سيستم اللي هو الريدوكس سيستم ده، الواحد واربعه داي هيدرو ايه؟ بريدين، بس ده عباره عن الايه؟ الاوكسيدايزد فورم. الاوكسيدايزد فورم، هل الاوكسيدايزد فورم ده هيبقى موجود بريفرال؟ لا ابدا، عمره ما يبقى موجود. ده هو الوقت الاكشن بتاعه ده سنترال، كان كده عملت له بايو اكتيفيشن، عملت له بايو ايه؟ بايو اكتيفيشن. الان ديت كاتيونيك عليها شحنه موجبه هيروح ترتبط لي مع واحده، يقول لي ايه سي او 2 يا اخي ديت؟ والله السلايدات من اللي كنا شرحها لك السنه اللي فاتت، دي ديت عباره عن الاسبارتيت امينو اسيد الاسبارتيك اسيد، شحنه سالبه مع الشحنه موجبه هتعمل لي ايونيك انتر اكشن، دراج ريسبتور انتر اكشن، ايونيك انتر اكشن. هذا الايونيك انتر اكشن اقوى انتر اكشن من الدراج ريسبتور انتر اكشن، اقوى من هيدروجين بوند، اكتر من اقوى من الفاندر فالز، اقوى من الباي باي ستاكينج، اقوى من اي حاجه ثانيه. تمام. يبقى ميزه الايونيك انتر اكشن دوت بيقول ميزته ان هو بيعمل لي انكورنج. انكورنج يعني ايه؟ انكورنج، انكورنج يعني انا كاني برسي او بثبت الدراج بتاعي اللي هو البريلدوكسيم ده في الامينو اسيد اللي موجود عندي او الريسبتور بتاع الكولين ستريز انزيم اللي موجود عندي اللي شابك فيه الاورجانو فوسفورس كومباوند. ماسك لي في مين؟ اهو السيرين اهوت ماسك لي في الاورجانو فوسفورس كومباوند. الرابطه ديت رابطه سهاميه كوفيلنت بوند قويه ما بتنفكش، عشان كده الراجل ده خطورته عاليه. لما استخدمتش يعني ما دخلش العنايه المركزه وعالجت المريض بسرعه هيموت، نتيجه ان هو الكولين ستريز لما منعته بقى الاستايل كولين عالي. الاستايل كولين بقى كل الاكشن بتاعت الاستايل كولين اللي انت عارفها في الفارماكولوجي واللي شرحناها السنه اللي فاتت وكتلت بحثا، كتلت بحثا، هتلاقي موجودة عندك. اضعف الايمان هيحصل لك برونكوس بازم نتيجه لزياده الاسيتايل كولين، هيعمل السيميوليشن الام 2 ريسبتور هيقفل لك الايه؟ يقفل لك الباس واي بتاع بتاع الاير اللي موجود عندك، تعمل لك برونكو كونستريكشن وتموت سيادة. كل حاجه، كل حاجه هتعملها الاسيتايل، الاسيتايل كولين مالك جسمه ما فيش حاجه بتكسره. شوف بقى هيحصل لك ايه. المهم يبقى دي اسمها انكورنج، يعني ايه؟ ان الايونيك بوند ما بين الان والكربوكسيليت خلى المركب بتاع البريلدوكسيم ده خلاص بقى ماسك في الريسبتور كانه رساه فيه، بقى عامل له اتاتشمنت فيه. لان انا عندي حاجه اسمها الهيدروفوب هايد الفارماكوفورج جروب عندي في الدراج ده هي عباره عن مين؟ عباره عن الاو اتش اللي موجود عندي. الاو اتش ديت لو ما هياش هتبقى قريبه ليه؟ الكومبلكس اللي ما بين السيرين والاورجانو فوسفورس او السيرين جاز مش هتعرف ترتبط بيه، بدليل ان انا لو انا الجزء ده حذفته وحطيت دي مكانها ان اتش 2 او اتش حاجه اسمها الهيدروكسيل امين. هل الهيدروكسيل امين ده هيأدي نفس دور اللي هو البريلدوكسيم؟ انا كل اللي داخل عندي في الرياكشن مين؟ عشان اعمل ريجنريشن للسيرين او اعمل ريجنريشن للكولين ستريز انزيم وافك عنه الاورجانو فوسفورس كومباوند ده. هو وجود الاو ديت اللي موجود عندي في الاو اتش بتاعت البريلدوكسين، فهل لو انا استبدلت كل الجزء ده بان اتش 2، ان اتش 2 مكان دبل بوند سي اتش وبريدين والفيلم الهندي ده كله حطيت مكانه ان اتش 2 او اتش، هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان الاو اتش ديت مش هتبقى في الريلاتيف بوزيشن او الابروبريت ريلاتيف بوزيشن، البوزيشن المظبوط علشان كفارماكو فور الجروب عشان تعمل لي انتر اكشن مع مين؟ ترتبط لي مع الفوسفورس، تاخد الفوسفورس ويرجع السيرين كما كان، يرجع الكولين ستريز انزيم كما كان. يعني البرالدوكسي مر اكتف عن الهيدروكسيل امين بنسبه مليون مره، واحد الى مليون، واحد الى مليون. طيب تمام.
الراجل ده لما الاو اللي موجوده في البيريدوكسيم جه ترتبط مع الفوسفورس، خلاص الاو بتاعت السيرين هتاخد اللون بير، تحصل عليها بروتونيشن، هتتحول الى السيرين، وحصل له عمليه ريجينيريشن لاخونا مين يا شباب؟ لاخونا الكولين ستيريز انزيم، ويرجع يكسر لي الاسيتيل كولين اللي بقى مال الجسم عنده، ويرجع الجسم الى ايه؟ الى طبيعته، الى ايه؟ الى طبيعته. الكلام اللي انا قلته ده المفروض بقى يتم فين مع البيريدوكسيم؟ فين؟ في السي ان اس. في السي ان اس. يبقى الراجل ده كده عباره عن ايه؟ اوكسيدايزد فورم، 3 باي بوند، وعندي هنا ايه؟ بوست في تشارج. بوست في ايه؟ بوست في تشارج. الكلام المكتوب ده كل اللي انا قاله لسيادتك. يبقى الراجل ده بالمنظر ده عمره ما هيعدي البلاد برين بارير اكيد. يبقى ايه الحل فيه؟ نتيجه ان هو تشارجد. طيب انا اعمل فيه استخدمه بقى على هيئه بروبام. البروبام انا بقول لك السلايد ده انا شرح لك السلايد اللي فات بالظبط. البروبام ده عملت ايه؟ اهو بقت الان ماكو تشارج، عملت عمليه ريدكشن اهو، 1 و4 داي هايدرو، 1 و4 داي هايدرو، بقى عندي 2 باي بوند، وادا مين؟ وادا السي دبل بوند ان او اتش. يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن البرو دراج، اسمه البروبام. البروبام يبقى الراجل ده بعد كده اللي هو الواحد واربعه داي هيدروبريدين اللي موجود عندي ده، هو بتاع البراليدوكسين. الراجل ده هيعدي البلاد برين بارير، بعد ما عدى البلاد برين بارير خلاص، لانه مور هاي لايبوفيليك هيحصل له باسيف ديفيوجن كويس، لان اللايبوفيليس بتاعته زادت. لما يوصل للبرين هيحصل له عمليه اوكسيديشن ثم عمليه هيدروليسيس، وبعد كده يديني مين؟ ويديني الاكشن يمو. الراجل ده هيحصل له عمليه ايه؟ بايو اكتيفيشن عن طريق اهو بايو. الكلام ده في البرين، الان هيبقى عليها شحنه موجبه، والداي هيدرو اللي كانت عندي اصبحت عندي دبل بوند، يبقى عملت اوكسيديشن. يبقى الراجل ده يجي يعمل لي ايونيك بوند مع الريسبتور اللي عندي مع الكربوكسيليت، والاو اتش مع هتعمل اتاك. الاو عباره عن سترونج نيوكلوفايل، هتروح تعمل اتاك على البي. ما هو لازم، ما هو السيرين امينو اسيد كان عباره عن يحتوي على او اتش، والراجل ده بيحتوي على او اتش. هي نفس الفكره، يبقى عندي سترونج نيوكلوفايل، بحيث لما ده سترونج نيوكلوفايل هيرتبط مع الفوسفورس اكتر من ارتباط الاو اتش يم السيرين، يبقى لازم الاو اتش تكون سترونج نيوكلوفايل. وهي نيوكلوفايل ليه؟ لان سيادتك عليها لون بير من الالكترون كانها شبيهه بالظبط بالشحنه السالبه، واي نيوكلوفايل يا اما عليه شحنه سالبه يا اما عليه لون بير من الالكتروفايل، ولكن اللي موجود عندي ديت اقوى من الاو اتش يم السيرين، فالاقوى هو اللي هيروح ياخد الفوسفورس، ونتيجه لهذا حصل الريجنريشن للسيرين امينو اسيد، ورجع الكولين ستريز كما كان. كما ايه؟ كما كان. اجيب لك كويتشن اقول لسيادتك عندك حاجه زي المركب اللي عندك بقى. احنا كده خلصنا من السي ان اس الدليفري والكيميكال، بقول عليها كيميكال دليفري سيستم. كيميكال دليفري سيستم. اقول لك عندك سؤال، اجيب لك في الامتحان زي حاجه اسمها النالتريك زون. النالتريك زون اللي انت شايفه قدامك ده خدناه السنه اللي فاتت في الناركوتيك انالجيسيك. الراجل ده عباره عن سيلكتيف، عباره عن ايوه سيلكتيف انتاجونست، او بقول عليه بيور انتاجونست ناركوتيك انالجيس. بيور انتاجونست يعني الراجل ده يخش على الميو او الدلتا او الكابا ريسبتور يمسكها ويقفلها وشكرا، يعملها سويتش اوف، ما يعملش سويتش، سويتش اون يبقى اجونست. وفي عندي كان في عندي حاجات بتشتغل على بعض الريسبتور از اجونست، وحاجات بتشتغل از انتاجونست، يعني اشتغل على الميو اجونست وعلى الدلتا انتاجونست، كنت بقول عليه له ميكسد اكشن او بارشال اجونست. لا ده النالتريك زون، والنالك زون كان عباره عن بيور انتاجونست. بيور انتاجونست كنت بستخدمه طبعا في علاج الادكشن. المهم الراجل ده النالك زون ده هوت، الراجل ده هوت نتيجه ان انا عندي الاو اتش اللي موجوده عندي ديت، هذه الاو اتش، فالراجل ده هوت هيحصل له، بيحصل له ايه؟ عمليه جلوكويورونيديشن 3 او اتش للثلاثة، البوزيشن رقم 3. لما كنت بقول لك السنه اللي فاتت ديت كانت لازم عندي عندي فينايل رينج، وكنت النمبرنج من عند الكربونه دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واكمل في الاخر لغايه ما الان ديت تاخد 17، وهذا الايه الجزء اللي خلى الراجل ده يا شباب برضو الشيء بالشيء يذكر. ايه اللي خلى الراجل ده عباره عن بيور انتاجونس هذه المجموعه اللي هي سايكلوبروبايل ميثايل؟ كنت بقول لك المسؤول على الاجونست والانتاجونست افكت في الناركوتيك انالجيسيك او البارشيال اجونست هي الالكايل جروب او الاكستنشن للالكايل جروب اللي متصل عندي بالان. قلت لك الان عندي لازم تكون تيرشري نيتروج، كنت بقول لك الفارماكو فور الجروب يم الناركوتيك انالجيسيك، سواء كانت اجونست انتاجونست بارشيال اجونست
بيور اجونست بيور انتاجونست، هي ثلاث حاجات لازم يكون عندي في نايل رينج، متصله في البوزيشن رقم ثلاثه بالاو اتش، يبقى الاو اتش بتعمل لي هيدروجين بوندنج، الفينايل رينج بتعمل لي فاندر فالز او هيدروفوبيك انتر اكشن، الان تيرشا لازم تكون تيرشر يعني متصله بثلاثه كربون زي ما سيادتك شايف كده، على مود ان هي تعمل لي ايونيك انتر اكشن، وهو ده اهم انتر اكشن، لان هي ديت اللي قلت لك عمليه الانكورنج هي دي اللي هتخليه يرتبط مبدئيا في الريسبتور. الجزء بقى المسؤول عن عملية الأجونس والأنتاجونست إفكت هو مين؟ هو هذا الجزء اللي متصل بالألكايل جروب. لو كانت ميسايل، لو كانت إيسايل بروبايل، لو كانت فين إيسايل، كانت الراجل ده بيشتغل أز بيور أجونست. اللي قدامك ده الشكل ده، وكنت بقول لك عندك في عندي كان في عندي أكتف سايت في الجزء ده، أكتف سايت في نفس الريسبتور للأجونست، وفي أكتف سايت لمين؟ للأنتاجونست. الشكل ده كان بيرتبط بالاكتيف سايت يم مين؟ يم الانتاجونست اللي هو السايكلو بروبايل ميسايل، سايكلو بروبايل ميسايل، او لو كان عندي مجموعه اللايل لما كنت بقول لك عندي من شويه هو البروبين اللي قدامك ده اسمها برضو البروبين ده بالكومن نيم بتاع اسمها مجموعه اللايل، تساوي اللايل تساوي بروبينايل، لما البروبين يبقى موجود از راديكال يبقى اسمه بروبينايل، احط المقطع واي ال، البروبينايل دي تساوي اللايل، تساوي ايه يا شباب؟ تساوي اللايل. المهم فكنت بقول لك الالايل او سايكلوبروبينايل كان بيرتبط بالاكتيف سايت يم في الريسبتور اللي هو مسؤول عن الانتاجونست اكتيفيتي. كنت بقول لك الانتاجونست اكتيفيتي تجمع ان نفس الريسبتور له فيه اثنين اكتيف سايت، واحد للاجونست وواحد للانتاجونست حسب الالكيل جروب اللي حضرتك حطيتها. لو حطيت ميسايل هترتبط مع الجزء الاكتيف سايت لمين؟ للاجونست اكتيفيتي. حطيت سايكلوبروبايل ميسايل او الالايل جروب ديت هيرتبط مع الاكتيف سايت يم الانتاجونست اكتيفيتي، او ان ده بيرتبط على ريسبتور يديني او الدراج الناركوتيك انرجيستيك عموما يرتبط مع ريسبتور يديني انرجي يديني اجونست افكت على بعض على ريسبتور ويديني انتاجونست افكت على ريسبتور اخر حسب ايه؟ حسب طبيعته. المهم نرجع لمرجعنا. الجزء اللي بقى عند بقى الناس ديت بيحصل ليها المسؤوله عن عمليه الميتابوليزم ديت كانت طبعا في المورفين كانت عباره عن او اتش في البوزيشن رقم ثلاثه في النالتريكزون، عملت لها عمليه هنا عملت لها عمليه للالكول، عملت له عمليه اوكسيديشن تحول الى كيتون ماشي يا شباب، وكان عندي هنا هيدروجين حولت له الى او اتش عشان يعمل ارتباط بهيدروجين بوندنج يزود عمليه الانتر اكشن فيزيد الانتاجونست اكتيفيتي، بس اللي مسؤول مبدئيا عن الانتاجونست اكتيفيتي اللي هو مين؟ سايكلوبروبايل ميسايل. الكلام اللي بقوله زياده ده سيادتك تكتب الملاحظات عندك. الاو اتش اللي في بوزيشن رقم ثلاثه ديت مسؤول تعمل هيدروجين بوندنج واسينشال فور الاكتيفيتي. فالراجل ده بيروح يحصل له اكستنسيف ميتابوليزم في الليفر، بيحصل له جلوكيورونيجيشن، انتوا عارفين الجلوكيورونيجيشن؟ جلوكيورونيك اسيد مليان كربوكسيليك اسيد جروب او اتش مرتبط معاه هيبقى هاي بولر، هيحصل له عمليه ايه؟ اكسكريشن يا اما في اليورين يا اما فين؟ يا اما في البايل، يبقى هستفيد يبقى حصل له ايه؟ جزء كبير منه بنسبه كبيره جدا مش هستفيد منه، يبقى هيوصل للبرين جزء قليل جدا، يبقى الحل ايه؟ اعمل عمليه ماسكينج لهذه الاو اتش جروب، احط على ايه؟ مجموعه كان هزود اللايبوفيليس دي زي حاجه اسمها النالتريكزون انسرانيليت، يبقى الاي اتش انا كنت لما اقول لك الاتش دي بتحول الى ميسايل كان بيبقى اسمه كودايين، يعني الكودايين ده عباره عن برود رج لمين؟ للمورفين. كنت لما احطه على هيئه ميسايل كنت بعمل ايه؟ بزود اللايبوفيليس يبقى يعبر من البلاد برين بارير بنسبه عاليه، وفي نفس الوقت يقاوم عمليه الجلوكيرونيديشن، وكان هنا برضو او اتش كان في عندي حاجه اسمها زي الهيروين ضي اسيتايل مورفين، ضي اسيتايل مورفين، كل الكلام ده شرحناه بالتفصيل الممل في السنه السابقه مش هقعد اعيد ايه ولا ايه؟ ما علينا. الراجل ده هستخدمه على هيئه نالتريكزون انسرانيليت، الانسرانيليت او بقول عليه يا شباب الاسم الادق بقول عليه ده عباره عن نالتريكزون نيترو بنزويت، نيترو بنزويت، نيترو بنزويت، سيبك من انسرانيليت ده اكتب عندك نالتريكزون نيترو بنزويت. الراجل ده 45 مره بتر الاورال اكتيفيتي بتاعته عن مين يا شباب؟ الافيلابيلتي عن مين؟ عن اخونا النالتريكزون لوحده، لان ده هتاخده اورال هيروح على اخونا الليفر يحصل له اكستنسيف ميتابوليزم عمليه الجلوكيرونيديشن، وجزء كبير جدا يفقد منه يحصل له عمليه فيرست باس ميتابوليزم. يبقى انا هنا عملت الموضوع ده عشان امنع الجلوكيرونيديشن وامنع الفيرست باس ميتابوليزم، على مود مين يا شباب؟ على مود ان انا ازود الاستابيليتي، ازود ايه يا شباب؟ ازود الاستابيليتي، او على هيئه ان انا زي اللي سيادتك شايفه ده استخدمه على هيئه نالتريكزون اسيتايل سلسليت، نالتريكزون اسيتايل سلسليت، اجيب لك في الامتحان هرسم لك النالتريكزون واقول لك ازاي تمنع الفيرست باس ميتابوليزم هذه المشكله، بس سيادتك تقول لي هستخدمه على هيئه نالتريكزون اسيتايل سلسليت، احط له السلسليك اسيد جروب
ماشي، مش دي الساليك اسيد عباره عن سي او او اتش، وهنا او سي او سي 8 في سلوك، كنت بعمل عمليه استايليشن على الفينوليك او اتش، فانا عندي هنا كربوكسيليك اسيد جروب مع الاو اتش اللي هي الفينوليك، تديني استر، تديني مين؟ تديني استر. يبقى هنا على مود ان انا ايه يا شباب؟ هنا على مود ان انا ايه؟ ان انا همنع عمليه الفيرست باس ميتابوليزم وازود الاستابيليتي. وده الاستراكشر يا شباب يم مين؟ يم المورفين، عشان تقارنوا به، ده يم مين؟ يم المورفين. نفس الكلام البروبرانولول وشرحناه قبل كده برضو، هذه الاو اتش هيحصل لها عمليه جلوكورونيديشن فيرست باس ميتابوليزم، همنعها اهو بروبرانولول او جلوكورونايد. الراجل ده اللي بيحصل له فيرست باس ميتابوليزم، انت ممكن تمنع الموضوع ده عن طريق حاجتين، ممكن تاخد الدراج بتاعك، تاخده سب لينجوال، تزود الدوز، تزود الدوز وهتبقى مشكله، هتزود الدوز. يعني هو لما بيحصل له مثلا 70% كسنسيف ميتابوليزم بالجلوكورونيديشن، هزود دوز الدوائر دي، هتبقى لها توكسيك افكت. ده بالحل ايه؟ حل سهل وبسيط قوي، ان انا استخدمه على هيئه برو دراج، اعمل ماسكنج للاو اتش جروب اللي هي طبعا الكوهوليك او اتش، دي بقول عليها الكوهوليك او اتش، الالكوهوليك او اتش ديت استخدمه على ادمين ساكسينيت، ساكسينيت اللي انتم ما انتوش عارفين في البرو دراج غيره، الساكسينيت، الساكسينيت دوت، يبقى كده عملت ماسكنج للاو اتش. لما عملت ماسكنج للاو اتش بقى موجود على هيئه استر، يبقى عملت ماكو عندي او اتش جروب الكوهوليك اصبح استر، يبقى الراجل ده هيروح بعد كده هيعدي الليفر، ما حصلش له اكستنسيف ميتابوليزم، هزود كده، يبقى انا كده معناها ان انا زودت الاستابيليتي بتاعته بالظبط زي النالتريكزون، ويروح الاستريز انزيم بعد كده يرجعه لي از ايه؟ بروبرانولول، وماكو اي ايه؟ ماكو اي مشكله. لما اقول لك السلو اند البرولونجد ريليز دراج، ايه الفايده بتاعته لما استخدم برو دراج عشان يعمل لي سلو اند برونجد ريليز؟ برونجد يبقى كل ده عشان يقلل عدد الدوز، ما هو برونجد ريليز يعني الراجل ده كانك انت هتاخد حاجه يحصل لها عمليه سستند ريليز، وتاخد وقت اطول ان هي تطلع الدراج بتاعي مره واحده، تاخد وقت كل شويه شويه بشويه، كانك بتاخد جرعه كبيره جدا بس بتطلع جرعه، بس الجرعه اللي عندك بتاخدها ديت في جرعه عاديه، وحسب الفورميوليشن بتاعتها او الفارماسيوتيكال فيز بتاعتها بتطلع لك على هيئه ايه؟ على هيئه ايه؟ سستند ريليز، فبالتالي الاكشن بتاعها بياخد وقت ايه؟ وقت اطول. يبقى انا عامل كده ريدكشن لعدد الدوزز، لعدد الدوزز لانها هتاخد وقت اطول. سيادتك عايز تنام، عايز تنام، وطبعا يعني انتوا الحاجه الوحيده المحترفين فيها عمليه النوم، يبقى سيادتك عايز تنام في جرعه بالليل، سيادتك يبقى مش هيبقى في مشكله انك انت تاخد، لانك انت الدراج بتاعك انت خدت القرص او الكبسوله وهي شغاله مع نفسها، سيادتك خلاص نام براحتك، هيبقى في عندك اكسبتابيلتي ليه؟ هتقلل انك انت ما تبقاش متضايق انك انت بتاخد الدراج ده، لانك انت هتاخد جرعه واحده او جرعتين على الكتير، فبالتالي ما فيش توكسيك افكت موجود عندي. لو عندي التون او القوه بتاعه الدراج بتاعي على او الاسترين على السيلز نفسها، لما بيحصل دراج ريسبتور انتر اكشن، انا الدراج بتاعي ما بيحصلش له ريليز مره واحده، بقول عليها فاست ريليز، ده انا مستخدمه على هيئه ايه؟ سستند ريليز، برولونجد ريليز، شويه بشويه يا معود. يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى معنى ذلك ان الاسترين اللي على السيل مش هيحصل، انت مش هتيجي مره واحده ويلاقي الريسبتور بتاع الخليه جاي له كميه كبيره من الدراج جاي يرتبط معاه، لا ده ايه؟ شويه بشويه، وبالتالي التوكسيك افكت اللي عندي هيقل، وبالتالي برضه نفس الكلام هعمل ايه؟ ريدكشن للجي اي تي سايد افكتس، لو الدراج بتاعي هايلي اسيدك، فبالتالي لما يبقى سستند ريليز يبقى همنع مين يا شباب؟ همنع السايد افكتس اللي ممكن تحصل للهايبر اسيدتي او الجاستريك السيليشن اللي موجود عندي على الجي اي تي. يعني حاجه زي التورميتين ده انا عايزه سستند ريليز، اعمل برونجيشن للريليز. برونجيشن للريليز يعني ايه؟ يعني انا عايز ازود الديوريشن اوف اكشن، يمه البيك بتاعه بتاع الكونسنتريشن بتاع الديوريشن يزيد. انما لو راجل لما يبقى مره واحده ما هو سستند ريليز بيخرج بسرعه، يبقى انت عايز تاخد جرعه ثانيه وجرعه ثالثه وجرعه رابعه. لما انا اخده سستند ريليز على مود ان البيك الكونسنتريشن بتاعه الديوريشن بتاعه يزيد عندي في الدم، والهاف لايف بتاعته تزيد، زي حاجه عندي التولميتين. التولميتين ده عباره عن ايه؟ التولميتين عباره عن ايه؟ عباره عن انتي انفلاماتوري دراج، ده الاسترويدال انتي انفلاماتوري دراج، يروح يشتغل على الايه؟ سايكلوكسجينيز، ويمنعني تحويل الى اراكودينيك اسيد، الى مين؟ الى البروستاجلاندين، والايه؟ والكاسكيد اللي انتوا عارفينه ده، اللي هي السيناريو ده والخطوات اللي انتوا عارفينها دي كلها. الراجل ده حله ايه؟ الراجل ده بالمنظر ده كده البيك كونسنتريشن ديوريشن بتاعه ساعه، الحل ايه؟ حاجه عندي على الكربوكسيليك اسيد جروب اللي موجود عندي في التول 200 ديت، عباره عن دريفاتيف من الاسيتيك اسيد، عباره عن سي اتش 2 سي او اتش، كانه عباره عن اسيتيك اسيد اهو، كربوكسيليك اسيد جروب هايلي اسيدك. يبقى اعمل ايه؟ اجي افعله مع امينو اسيد. هفعله مع مين يا شباب؟ مع امينو اسيد زي الجلايسين، زي مين؟ زي الجلايسين، سي او اتش سي اتش 2 ان اتش 2، ال ان اتش 2 مع السي او هتعمل لي مين؟ امايد لينكج.
حلو قوي. لما عملت ايمايد لينكج تول اهو اسمه تولميتين جلايسين برودراج، تولميتين جلايسين برودراج. الراجل ده بقى الدوريشن اوف اكشن بتاعه زاد ليه؟ الكلام ده نشرحه النهارده من تفسيره بقى الكيميائي اهو. الان دي شبهها بالكربونات عليها ايه يا سيدي؟ لون بير من الالكترون، يحصل لهم اوفرلابنج هنا، يحصل لهم اوفرلابنج هنا، يبقى الباي بوند ده هتطلع على الاو، يبقى الاستريس لما يجي يكسره هيكسره بسرعه ولا هيقع؟ عملت كده ريزيستنت فور الهيدروليسيز نتيجه للالكترونيك افكت، نتيجه ان الكربوكسيليك اسيد جروب خليتها على هيئه ايمايد كانها بالظبط شبيهه بالكارباميت، والايمايد زي ما احنا عارفين نتيجه لهذه الخاصيه بتاع الريزونانس افكت او الميزوميريك افكت نتيجه للون بير اللي موجوده على الان بيقاوم الهيدروليسيز. هو واحد اصلا الكربون ليس هيدروفيليك، ليس هيدروفيليك او ليس الكتروفيلك، سوري ليس الكتروفيلك. ليس الكتروفيلك يعني ايه؟ يعني الراجل ده لما يجي الاستريز يضيف عليه الاو اتش جروب اللي هي النيوكلوفيلك، هو مش عايز حد، مش عايز الكترونات اصلا، مش عاوز الكترونات، فبالتالي الهيدروليز هيحصل ولكن هياخد وقت ايه؟ هياخد وقت اطول. فتخيل ان سيادتك لما استخدمت التول 200 اللي هو عباره عن النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، الديوريشن اوف اكشن او البيك كونسنتريشن بتاعه في علاج الارثرايتس الراجل ده كان كام ساعه؟ لما استخدمته على هيئه جلايسينيت عملت له برود رج مع الجلايسين، برود رج مع الجلايسين، البيك كونسنتريشن بتاعه والديوريشن اوف اكشن بتاعه بقى كام؟ 9 ساعات. 9 ايه؟ 9 ساعات نتيجه لكيميكال رياكشن بسيط جدا، ان انا حولت الى تول 200، الى تول 200 جلايسين برود رج. بس سيادتك كمان يبقى الكلام ده على مود ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل سلو اند برولينج ريليز، زودت البيك كونسنتريشن ديوريشن من ساعه الى 9 ساعات. المشول برود رج، اسالك سؤال فيه، اقول لك الايضا المشول برود رج الكاركتر بتاعته ايه؟ مشول برود رج يعني عندي اثنين دراج انفصلوا عن بعض، اديني اثنين اكتف دراج هما مع بعض ان اكتف، ينفصلوا عن بعض يبقى كل واحد اكتف. الايديال بقى يكون ايه؟ يبقى الامتصاص بتاعهم يكون افضل لو حصل لهم عمليه ابزوربشن. الكونتنتس الكومبوننتس بتاعت الميوشوال برود راج دولت مع بعض يحصل لهم امتصاص طبعا مع بعض، وكونتنتس يحصل لهم عمليه الريليز مع بعض، يحصل لهم هيدروليسيز مع بعض بنسبه 1:1. الديستريبيوشن والاليمينيشن نفس الكلام بتاع الكومبوننت يكون سيميلر، يكونوا سينرجيستيك لبعض. يعني لما يبقى اثنين ميوشوال دراج، الاثنين دراج اللي موجودين في البرود دراج اللي هو الميوشوال يطلع لي اثنين اكتف دراج از مثلا انالجيسك، يبقى هيديني الفارماكولوجيكال افكت هيكون كلش عالي، انتي انفلاماتوري كلش عالي، انتي كانسر دراج هيكون كلش عالي، لان الاثنين بيعملوا بوتنشيشن للاكشن مع مين؟ مع بعض. يبقى والريشيو بتاعتهم ان بعد ما يحصل لهم عمليه هيدروليز او يحصل لهم عمليه ريليز تكون 1:1، تكون 1:1. وعمليه الديستريبيوشن والاليمينيشن نفس برضو الايه؟ نفس الكلام، بتكون سيميلر للايه؟ للواحد الى ايه؟ للواحد الى واحد. اخر حاجه عندي النهارده عشان ما اطولش عليكم، مشوال دراج بقى اعمل بو سايت سبيسيفيستي. زي ما قلت لك المشوال دراج عندي اثنين دراج، اثنين دراج، اثنين دراج، اثنين دراج هيطلعوا عندي حاجه عندي زي الايه؟ الفيجا بترين. الفيجا بترين ده من الاسم كده، فيجا بترين يعني عندي هنا جابا، جابا جابا، يبقى يعمل ايه؟ هيروح البرين، هيروح البرين يعمل ايه؟ يظبط المود، يعالج لي الابيليبسي، يبقى انت ابيليبتيك دراج، يعالج لي الكونفالشن، الكلام ده كله يظبط المود بتاع حضرتك، يخلي حضرتك مزاجك زي الفل، ماشي؟ يبقى ايه الحل للراجل بتاع الراجل ده؟ ده لوحده كده زي ما انتم شايفينه كده، ده عباره عن مين؟ عباره عن الجاما امينو بيوتريك اسيد. الجزء ده كده عباره عن مين؟ عباره عن الفيجا بترين. الراجل ده لوحده هقول لك عليه دلوقتي، الراجل ده لوحده عباره عن ايه؟ يبقى انا عندي هنا واحد، عندي هنا اثنين، عندي هنا ثلاثه، عندي هنا كمان ده كمان اربعه. عبارة عن ده كده يا مان يا شباب ايه؟ أربعة. أقبل عند برود راج فور سايت سبيسيفيست أو كأنه ديليفر كيميكال ديليفري سيستم بالظبط. أنا لو استخدمت زي ما قلت لك لوحدي الجابا، جاما أمينو بيوتريك أسيد لسه شرحنا من شوية، الإتش هتاخد من هنا الـ NH2 هتاخد الـ H يبقى زويتر أيون ويبقى هايلي بولر مش هيعدي. الراجل ده نفس الكلام، هو الفيجا بترين ده هو ايه؟ هو نفس الجابه، هو نفس الجابه، الفا بيتا جاما امينو بيوتريك اسيد، بس الكربون اللي هي اللي في الجاما كربون ديت
حطيت عليها فاينايل جروب سي اتش دبل بوند سي اتش 2 ديت اللي انا معلم عليها دي اسمها فاينايل جروب فاينايل دي كده فاينايل. طب دي كده سألينها من شويه اللي هي 3 كربون اسمها مين؟ اللايل لما تبقى راديكال. يعني الايثين او الايثيلين لما بيبقى راديكال اسمه فاينايل. فاينايل. في اي ان واي ال. دي كده اسمها اللايل اللي كنا كاتبينها في الايه في النالتريكزون. ما علينا. يبقى دي كده كل اللي انا زودته على اخونا الجاما امينو بيوتيريك اسيد في الفيجا بيترين اللي هو الالايل جروب هذه. تمام. الجزء رقم 3 ده عباره عن ايه؟ عباره عن جليسرول. الجليسرول اهو جليسرول 3 كربون 1 و2 و3 تراي هيدروكسي بروبان. لو قلت دي رقم 1 2 3 يبقى 1 2 3 تراي هيدروكسي بروبان 3 كربون اسمه جليسرول تراي هيدريك الكول يعني بيحتوي على 3 او اتش جروب. اهو ادي واحده اهو كربون 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 دول الثلاثه بتوع الجليسرول ديت كانت في الاصل او اتش وديت في الاصل او اتش وديت في الاصل او اتش. ده بالراجل رقم 4 ار سي او اللي هو الراجل اللي تحت ده عباره عن حاجه اسمها اللينولينيك اسيد انساتيوريتد انساتيوريتد اسيد فاتي اسيد انساتيوريتد فاتي اسيد 3 دبل بوند انساتيوريتد فاتي اسيد. وفي الاخر عندي هنا كربوكسيليك اسيد جروب كربوكسيليك اسيد جروب يبقى المجموعه بتاعته اسمها لينولينويل اللي هي مجموعه مين؟ بعد ما طلعت الاو اتش من اللينولينيك اسيد اسمها لينولينويل اللينولينويل هي المجموعه اللي عندي ديت مش ديت كربوكسيليك اسيد جروب. نرجع بقى لكلامنا وده الجليسرول كان في الاصل ديت او اتش ادي الاو اتش اهيت مع الكربوكسيليك اسيد جروب هطلع ميه واعمل استر. حلو قوي هنا نفس الكلام مش كانت ديت او اتش جروب في الجليسرول وديت كربوكسيليك اسيد جروب طلع ميه اعمل استر. ديت كانت عباره فين في الجليسرول عباره عن او اتش وده كان عباره عن الفيجا بترين ديت كانت عباره عن كربوكسيليك اسيد جروب طلع ميه اعمل استر. حاجه حلوه قوي طلع ميه اعمل استر. ماكو وطن ماكو دوام اكو مطر ماكو دوام. المهم المهم يبقى انا عندي دلوقتي الراجل ده ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ انا عملت ماسكينج الكل عملت عمليه ليبيدايزيشن اللي كنت بتكلم عليها في الاول عملت عمليه ماسكينج البولر جروب الكربوكسيليك اسيد جروب نتيجه ان انا جبت الكول استر عايز عندي كربوكسيليك اسيد جروب وعندي الكهوليك جروب. الكربوكسيليك اسيد جروب موجود عندي في اللينولينيك اسيد وموجوده عندي في الفيجا بيترين وموجوده عندي في اخونا اللي هو الجاما امينو بيوتيريك اسيد الجابه هعملهم افعلهم مع الكحول عشان يبقى استر وازود اللايبوفيليس الاستر ده. انا عايز ثلاث عايز كحول يحتوي على ثلاث مجموعات او اتش هجيبه منين ده؟ اخونا الجليسرول اهوت موجود ادان الراجل اللي قدامك ده اداني الراجل اللي قدامك ده. يبقى الراجل ده انا منعت كده ايه؟ منعت عملت ماسكنج للهيدروفيليك مولكيول. الهيدروفيليك مولكيول ده لو خدته زي ما هو كده من غير ما اعمل هذه الاستر اللي انت شايفها ديت الراجل ده هو عمر ما هو معدي البلاد برين باري. ولازم يكون كمان على هيئه ايه؟ على هيئه لينولايل. تخيل ان القطر اللي سيادتك شايفه ده القطر ده القطر ده يعمل لي ايه؟ ده ما شاء الله. هيخلي العفريت لايبوفيليك. العفريت لايبوفيليك ليه؟ لاني زودت الكربون. الكربون ديت مثال لللايبوفيليستي وانا عندي المركب بيحتوي على اتومز عندي لها ايه؟ لها عباره عن اتوم بولر الان والان والاو 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 فعندي مجموعات كبيره فلازم ايه؟ ما ينفعش اجيب لهم ايه؟ اجيب شلوهم عندي فاتي اسيد او اجيب كربوكسيليك اسيد عادي بيحتوي على 3 كربون ولا 4 لا ده انا لازم اجيب لهم قطر زي ما انت شايف كده قطر عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. انا والله عارف ان هم 18 بس قلت عدهم لسيادتك عشان ايه؟ تتخيل ايه؟ اللايبوفيليس بتاعتي هتزيد ازاي؟ فالراجل ده شيء طبيعي. هيعدي البلاد برين بارير يبقى انا كده اتغلبت عملت سايت سبيسيفيستي عملت دراج ديليفري سيستم عملت كيميكال ديليفري سيستم على مود ان الراجل ده هيروح عند البرين راح البرين انا عايز ارجع كل واحد لوحده دلوقتي عايز ارجع كل واحد لوحده. حلو قوي استريز انزايم تعالى يا عم هنا كسر هنا كسر هنا كسر خلص الموضوع طلع لي مين بقى؟ طلع لي الجابه وطلع لي الفيجا بيترين يعني المركبات اللي بتحتوي هتطلع لي جابه الواحده الاقي الفيجا بيترين ده مع الجابه هيبقى افضل ليه؟ لان الراجل ده الفيجا بيترين ده عباره عن ايه؟
عبارة عن كومباينيشن من الاثنين مع بعض، عبارة عن كومباينيشن من الاثنين مع بعض، من الجابة مع الجابة برضو، بس دخلت مين الايه الفاينايل جروب اللي موجودة عندي، كأن عندي اثنين مولوكيول من مين يا شباب؟ من الجاب، اثنين مولوكيول من الجاب. يبقى بالتالي الراجل ده التركيز بتاعه والبوتنسي بتاعته هتبقى اعلى، البوتنسي بتاعته هتبقى عاليه منين؟ هتبقى عاليه من الايه؟ من الجابه. ايه لما استخدمه ان فيفو لوحده، الراجل ده بيكون لو استخدمته من غير برو دراج، البرو دراج الاكتيفيتي بتاعته او البوتنسي بتاعته 300 مره اعلى من الفيجا بيترين لوحده فقط. فيجا بيترين لوحده ايه؟ لوحده فقط. يبقى لازم استخدمه على هيئه ايه؟ على هيئه جليسيرايل ليبيد. جليسرايل ليبيد، جليسرايل ليبيد اللي هي مين؟ جليسرايل يعني جليسرول، وليبيد اللي هو مين؟ ليبيد اللي هو اللين ولونيك اسيد اللي كان موجود عندي. يبقى كده استخدمته على هيئه جليسرايل ليبيد، على مود ان انا فعلته مع اللين ولونيك اسيد، اللين ولونيك اسيد، وزودت اللايبو ايه؟ اللايبو فيلستي. بارك الله فيكم جميعا، وجمعه مباركه عليكم، وان شاء الله تكون الامور سهله وبسيطه. واحنا وزي ما قلت لكم والله احنا كلام بنعيده وبنزيده ونراجع على حاجات قديمه، مش حاجه جديده، كله كلام، كل السهل وبسيط، كل السهل وايه؟ كل سهل وبسيط. ولو قلت لسيادتك طيب قبل ما ننتهي، طيب ده عباره عن انهي نوع من انواع البرودراج، باي بارتيت ولا تراي بارتيت؟ هسيب لك ديت اجيب لي عليها ان شاء الله في بدايه المحاضره الجايه، اللي هي برضه هتكون الكتروني. الناس تبعت لي كده على التليجرام، تتنشر كده وتبعت لي ده هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن باي بارتيت ولا تراي بارتيت. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.